يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش شك إن الدولة المصرية اشتغلت في خطتها التنموية على فكرة المشروعات القومية، واللي بتعمل حقيقي نقلة كبيرة جدا في الخدمات، في معدلات التشغيل، في العوائد كمان التنموية والاقتصادية. بس الأهم هو إنه المشروعات دي مش موجودة بس في القاهرة أو في الأقاليم الكبرى، بالعكس كمان كان في اهتمام كبير جدا إن هذه المشروعات تكون موجودة في كل المحافظات، وده عشان الخدمات وعوائد التنمية يستفيد منها كل مواطن مصري موجود على أرض مصر. أعتقد إنك مثلا ممكن تلاقي مشروع عملاق زي مجمع مصانع الرمال السوداء، ده موجود في كفر الشيخ. المشروع ده بيحقق قيمة مضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء في البرولوس، وطبعا بيفتح باب رزق للشباب هناك من خلال آلاف فرص العمل اللي بيوفرها المشروع، غير انه طبعا بيساعد على مضاعفة الاستثمارات في المحافظة. لو كنا مثلا قلنا حاجة تانية، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في بورسعيد بيوفر طاقة إنتاجية أكتر من 13,000 طن سنويا من الأسماك، وطبعا مش هننسى مدينة سيلوفودز للصناعات الغذائية الموجودة في مدينة السادات في المنوفية. عندنا بقى كمان مجمع الصناعات في غرب جرجا. عندنا مشاريع مختلفة في أماكن مختلفة. بكل تأكيد ده بيؤكد أن فعلا كل المشروعات القومية موجودة في كل المحافظات. لو عملنا حصر هنلاقي أنه مفيش محافظة ملهاش نصيب من هذه المشروعات القومية، سواء بقى في مجال الصناعة أو الإنتاج الحيواني أو السمكي أو الإنتاج الزراعي. ضيف على ده كمان مشروع زي تبطين الترع، وده الحقيقة موجود في غالبية المحافظات، بيمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه، توفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام، وطبعا للقطاع الزراعي بشكل خاص. كمان ده بيساعد المزارعين في توصيل المياه إلى نهايات الترع بشكل مستمر. أعتقد لما نيجي نتكلم عن مشروعات ولما نيجي نتكلم عن حاجة مختلفة مش هننسى أبدا المبادرة الأهم، حياة كريمة، مبادرة في الأساس قائمة على تنفيذ مشروعات تنموية في المحافظات، بالتحديد في المراكز وفي القرى اللي غابت عنها التنمية لفترات طويلة. عشان كده حياة كريمة اشتغلت في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كل المجالات، من أول ما ابتدت رصف الطرق وبناء المدارس وتوصل الصرف الصحي، لغاية ما وصلت للمشروعات الثقافية والمشروعات الإنتاجية اللي بتساعد الناس على أنهم يقدروا يعملوا مشروعات متناهية الصغر أو مشروعات حرفية بتساعدهم أنهم توفر حياة كريمة ليهم. أعتقد إن إحنا على مدار الحلقة هنتكلم عن حاجات كتير في هذه السياق أو في هذا السياق. خلينا نصبح على الناس. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلينا نصبح على زميلتنا هالة تعرف منها على أخبار الطقس وكمان المرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا منى. صباح الخير يا هالة. صباح الفل عليكم. يعني هنبدأ الأول بالمرور وبعد كده ناخد جولة سريعة عن الطقس. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. نبدأ جولتنا كده من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الوايلي ولحد كوبري الساحل والأميرية، كورنيش من المظلات لوسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. نستكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة، شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كمان كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر بعض الكثافات في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق وامبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. القادم من أكتوبر باتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري. نروح لمحافظة الإسكندرية، في هناك بعض الكثافات البسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. تعالوا نكمل جولتنا المرورية ونروح لأسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية وعلى طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلصت جولتنا المرورية ونستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. كمان في شبورة على بعض الطرق صباحا، الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44 وأقل درجة حرارة في مطروح 26 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي بأهم الأخبار اللي معانا النهاردة، وأبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية لمحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، وتأكيد سيادته على دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كمان امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره العراقي افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري العراقي، وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة الشديد على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والعراقية وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين ممثلي قطاع الأعمال في البلدين وزيادة حجم التجارة والاستثمار. أخبار كتيرة تصدرت لاهتمامات امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق اللي بيزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. وأكد الرئيس خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري العراقي بحضور عدد كبير من الوزراء من الجانبين وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة الشديد على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والعراقية وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين ممثلي قطاع الأعمال في البلدين، مع العمل على تفعيل أنشطة مجلس رجال الأعمال المصري العراقي اللي بيتم التعويل عليه في زيادة حجم التجارة والاستثمار. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق توقيع 11 وثيقة تعاون بين البلدين عقب انتهاء اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اللي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وقال مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك إن زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر تأتي في توقيت مهم استموج المنطقة والعالم بتطورات متلاحقة وتحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعاً أن نكثف من جهود العمل المشترك وأن نسعى لاستكشاف واستغلال كل فرصة ممكنة من أجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من إمكانيات. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية، حيث تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء بجودة عالية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات فعندنا مثلا محافظة الغربية تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبيربي بتكلفة 1,062 مليون جنيه. في الشرقية مديرية الزراعة بتستهدف زراعة 18,000 فدان من محصول دوار الشمس، وده لزيادة الإنتاج من الزيوت. أما بقى لو رحنا سوهاج هنشوف إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية العساكرة في سوهاج ضمن مشروعات حياة كريمة. أما شمال سيناء تم فيها تنفيذ 22 عمارة سكنية بأحياء مدينة العريش. خلينا نتابع تفاصيل أكتر. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من جنوب سيناء اللي أعلنت عن تخفيض مديونيات الكهرباء ورسوم استغلال الشواطئ بنسبة 10% للكهرباء و25% مقابل استغلال الشواطئ في حالة السداد الفوري. في الغربية تم تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبيربي والمقام على مساحة 6400 متر مربع بإجمالي تكلفة 1,062 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة. في الشرقية أكدت مديرية الزراعة أنها تسعى لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس، وده بهدف إنتاج الزيوت داخل مصر والتقليل من فاتورة الاستيراد، وبتستهدف المديرية زراعة هذا العام 18,000 فدان من دوار الشمس. في الفيوم أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم بيع وتركيب 84,110 قطعة موفرة لمياه الشرب، وده في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ومختلف الجهات الحكومية وداخل مباني الشركة المختلفة، ده بالإضافة إلى ما تم بيعه للعملاء من خلال مراكز خدمة العملاء وإدارة التسويق بالشركة. في الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الجزائر مركز جمصة، وتم توقيع الكشف على 1841 مريض وتوفير العلاج ليهم بالمجان. في سوهاج تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة بمركز ومدينة البلينة، وده بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. في شمال سيناء أعلن جهاز تعمير سيناء أنه بيجري العمل على تنفيذ 22 عمارة سكنية بأحياء مدينة العريش ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز لعام 2023 بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، وده ضمن مشروع 105 عمارة في حي المساعيد بالعريش. مفيش شك المبادرات الصحية ساهمت بشكل كبير في تعزيز النظام الصحي، وده بعد سنين كتير عانى فيها القطاع من الإهمال، وعشان كده المبادرات الرئاسية ركزت على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيراً على المصريين زي فيروس سي والأمراض المزمنة. عشان كده بيعتبر من أهم المبادرات مبادرة 100 مليون صحة طبعاً، واللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014، ونجحت هذه المبادرة في القضاء على فيروس سي في مصر. كمان مبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، واللي أجرت أكثر من 1,567,000 عملية جراحية حتى الآن. المبادرات الصحية ساهمت بشكل كبير في تعزيز النظام الصحي بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصري من الإهمال الصحي، وقد ساهمت تلك المبادرات في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيراً على المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات، مثل الأمراض المعدية، أمراض التهاب الكبد الفيروسي والبلهارسيا والدرن، والأمراض المزمنة الغير السارية، القلب والسكر والفشل الكلوي. ومن أبرز المبادرات التي جاءت في المجال الصحي وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مبادرة 100 مليون صحة، حيث إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014 أعلنت مصر حربها على فيروس سي بإطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج المصابين مجاناً. وإذ أظهر مسح لعينة عشوائية في عام 2008 أن نسبة انتشار المرض في مصر نحو 9.8% من إجمالي عدد السكان. وتعتبر التجربة المصرية في التعامل مع فيروس سي من التجارب الناجحة التي يحتذى بها على مستوى العالم، إذ انطلقت حملة قومية للقضاء على الفيروس المنتشر في مصر منذ عام 2014 مع بدء استيراد عقاقير حديثة بأسعار مخفضة. وفي عام 2015 حدثت طفرة حقيقية في السيطرة على المرض وعلاجه من خلال تطوير منظومة جديدة للعلاج تقوم على إنتاج أدوية محلية مماثلة. وتمكنت المبادرة من فحص 58 مليون شخص للكشف، ووضعت 2.5 مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية. كذلك تم توفير خدمات إجراء فحص عند الطلب عن الإصابة بفيروس الكبد بي والحصول على الأدوية مدى الحياة، وحيث استطاعت تحقيق هدف إعلان مصر خالية من فيروس سي، بعدما كانت من الدول الأعلى عالمياً في انتشار الفيروس بين المواطنين. واستهدفت مبادرة 100 مليون صحة أيضاً الكشف عن الأمراض غير السارية بجميع محافظات الجمهورية من خلال مسح طبي ل50 مليون مواطن، تم خلالها تقديم العلاج ل1.8 مليون مواطن مريض بالسكر و10 ملايين مواطن مرضى بالضغط. أيضاً مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم التي أطلقت في عام 2019 واستهدفت فحص نحو 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة، وإجمالاً نجحت هذه المبادرة في فحص 10.7 مليون طالب حتى نهاية 2020. واستكمالاً لنجاح المبادرة استمرت في تقديم خدماتها، وتم فحص 4 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية حتى عام 2023. كذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي تم إطلاقها في شهر يوليو عام 2018 ونجحت في إجراء 1,567,780 عملية في 11 تخصصاً طبياً بتكلفة بلغت 17 مليار جنيه. وساهمت المبادرة في تقليل مدة الانتظار من 400 يوم إلى 17 يوماً. كذلك مبادرة اكتشاف وعلاج ضعاف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة التي انطلقت في عام 2019، حيث تم تقديم خدمات الفحص السمعي ل4,647,000 طفل حتى مارس 2023. استاذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وتعالوا مع بعض دلوقتي ناخد فكرة مفصلة عن أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. في كمان شبورة على بعض الطرق صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن النهارده في تحسن طفيف في أحوال الطقس، في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ولكن في شبورة صباحية، فيا ريت يعني تطلعينا على التفاصيل النهارده. بالفعل يمكن احنا اليوم الاجواء تستقر بشكل كبير مقارنه بالامس، لان احنا الكتل الهوائيه مصادرها تختلف. هتكون كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فبالتالي درجات الحراره تنخفض وتعود لمعدلاتها الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. عظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه فتره النهار. فالاجواء فتره النهار هنحس فيها هي اجواء حاره على القاهره الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، مائله للحراره على السواحل الشماليه للبلاد، شديده الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترات النهار. فترات الليل ايضا هنحس ان حصل انخفاض في درجات الحراره، واجواء فتره الليل هتكون اجواء رباعيه معتدله على اغلب الانحاء، خاصه ان احنا هيكون معانا نشاط نسبي للرياح، سرعاته ما بين 30 35 كيلو متر على الساعه، وطبعا سرعات الرياح قلت مقارنه بالامس بشكل كبير، فبالتالي نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا في اغلب محافظات الجمهوريه هيساعد بشكل كبير فترات المساء وساعات الليل على احساسنا اكثر بالاجواء الربيعيه والاستقرار في الاحوال الجويه. كمان هيكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه واللي ممكن تكون رعديه احيانا على مناطق من حلايب وشلاتين جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. طب اسمحي لي يا دكتوره، حضرتك اتكلمتي عن رياح اللي هي النهارده اخف شويه واقل من امبارح، دي محمله بالاتربه ولا لا؟ رياح اليوم غير محمله باي اتربه ورمال مصدره، لانها جايه من على البحر المتوسط، فطبعا الكتل الهوائيه شماليه فمش هتبقى محمله باي اتربه ورمال مصدره. هيبقى بعض المناطق من جنوب الصعيد في اثر للاتربه والرمال المصدره، لكن هي جنوب الصعيد وان شاء الله ما تاثرش تماما على الرؤيه الافقيه، لكن بقيه المناطق الشماليه الاجواء فيها مستقره، ما فيش اي اتربه ورمال مصدره. زي ما قلنا في امطار في حلايب وشلاتين، لكن ايضا امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. تتلاشى فرص سقوط الامطار من باقي مناطق الجمهوريه، بالاضافه كمان تتكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر، ويكون شبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وما بتاثرش كمان على حركه المرور بشكل كبير. يعني الاجواء مستقره بشكل كبير في اغلب المحافظات، وده المتوقع ان شاء الله يكمل معانا حتى نهايه الاسبوع. مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله الاجواء مستقره بشكل كبير، لكن هنخلي بالنا طبعا من فترات سطوع اشعه الشمس. لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره. مهم ان احنا كمان نتناول قدر كبير من المرطوبات والسوائل. يمكن مع نهايه الاسبوع متوقع ان يكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، لكن الاجواء هتظل اجواء مستقره باذن الله. يا رب تفضل مستقره اطول فتره ممكنه. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة العظمى 34 والصغرى 22، نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 34 22، الإسكندرية 28 20 والعلمين الجديدة 27 20، مطروح 26 18 ودمياط 27 22، في بورسعيد 26 22، أما في الإسماعيلية 34 والصغرى 21، في السويس العظمى 35 والصغرى 22، أما في العريش 27 21، كاترين 28 15 وطابة 35 24، حلايب 33 28 وشلاتين 39 والصغرى 26، في شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27 وفي الغردقة 38 27. نروح للفيوم العظمى هناك 35 والصغرى 26، في بني سويف ايضا العظمى 35 والصغرى 26، الوادي الجديد 43 25 واسيوط 36 27، في سوهاج العظمى 43 والصغرى 27 وفي قنا 43 28، الاقصر 44 28 واسوان 44 28. خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، وهنرجع مرة تانية لمنى وشاذلي ونتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. عودة ليكم مرة تانية منى وشاذلي. شكرا ليك يا هلا. شكرا. ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان في ماتش لمصر مع غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومباراة كرواتيا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيستضيف المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية الدورة 25 للمهرجان السينمائي الدولي تغيقات بمقر المعهد بمشاركة أفلام قصيرة ومتنوعة من كافة أنحاء العالم. وبيختار المهرجان أفضل إنتاج سينمائي لأفلام أقل من 4 دقايق من جميع أنحاء العالم لدعم وتشجيع إنتاج الأفلام القصيرة. النهارده هتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مقرها بالقاهرة المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي تحت عنوان الدين والمجتمع. ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحوار العربي الأوروبي حتى الجمعة من أجل مناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية. وبيجمع المنتدى في نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من 17 دولة. النهارده العشاق الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية لمنتخب مصر مع منتخب غينيا في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية. هتقام المباراة الساعة 9 بالليل على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهارده مع مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس دوري الأمم الأوروبية، هتجمع بين كرواتيا وهولندا الساعة 10:15. القيادة السياسية كانت حريصة على استعادة قوة الأسطول التجاري المصري، عشان كده الحكومة وضعت استراتيجية للنهوض بقطاع النقل البحري حتى عام 2030، وده بهدف زيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والنهوض بهذا أو بهذه الصناعة عشان تكون قاطرة التنمية للاقتصاد القومي المصري. أكيد امتلاك أسطول تجاري بحري وطني واحد من أهم الركائز للتنمية الاقتصادية، كمان وجود أسطول تجاري قوي بيخلي مصر لاعب هام على طريق التجارة العالمية، خصوصا للدول الأفريقية أو مع الدول العربية. مع توجيه القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجاري المصري، بدأت الحكومة في وضع استراتيجية للنهوض بقطاع النقل البحري حتى عام 2030 بهدف زيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والنهوض بهذه الصناعة لتكون قاطرة التنمية في الاقتصاد القومي، لأن امتلاك أسطول تجاري بحري وطني هو إحدى الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية. كما أن وجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية، خاصة للدول الإفريقية أو مع الدول العربية، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وأكد التقرير أن امتلاك أسطول بحري هو دعامة أساسية في أوقات الحروب والأزمات، كما يسهم في خلق فرص عمل واسعة في هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تعزيز النمو التجاري. كما تتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية النهوض بالنقل البحري حتى عام 2030 في تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط خاصة الموانئ البحرية والسكك الحديدية والنقل النهري. وتتضمن الأهداف أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات، حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام، بالإضافة إلى تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة التي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها محور الموانئ البحرية، حيث تعمل الاستراتيجية على التطوير الشامل للموانئ البحرية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 400 مليون طن بضائع بزيادة تصل إلى 116% مقارنة بالطاقة الحالية 185 مليون طن، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات المكافئة لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة بنسبة زيادة 233% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 12 مليون حاوية، علاوة على زيادة أطوال الأرصفة لتصل إلى 90 كيلومتر بنسبة زيادة تصل إلى 131% مقارنة بالأطوال الحالية البالغة 39 كيلومتراً، وأعماق تصل إلى 18 متراً لاستقبال السفن العملاقة. المحور الثاني هو إنشاء مناطق لوجستية في ظهير الموانئ البحرية وبالمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج الزراعي وربطها بالموانئ بنظام النقل المتعدد الوسائط. أما المحور الثالث فيتمثل في دعم الأسطول التجاري البحري المصري وشراء سفن جديدة لزيادة حجم البضائع المنقولة على سفن مصرية، وبالتالي فإن التوسع في الأسطول البحري يساعد على تحويل مصر لتكون مركزاً للتجارة الدولية واللوجستية. الزعيم عادل إمام واحد من أهم المبدعين اللي ليهم مسرح أو مدرسة خاصة في المسرح، أعتقد أن مسرحياته كانت بتحظى بإقبال جماهيري كبير جدا وكلنا عارفين وتربينا عليها، عشان كده كان طبيعي أن اسم الفنان عادل إمام يتصدر بوستر الدورة ال16 للمهرجان القومي للمسرح تكريما لدوره ومسيرته الفنية اللي قدمها للمسرح المصري وكمان المسرح العربي. طبعا بداية الزعيم كانت في المسرح، كانت بدايته كده، وكان ممثل تراجيدي في البدايه قبل ما ينتقل الى عالم الكوميديا. لكن خلينا نتكلم عن المهرجان القومي للمسرح واللي هينطلق يوم 27 يوليو وهيستمر لحد 12 اغسطس، واهميه اطلاق اسم الزعيم عادل امام على هذه الدوره، خاصه وان الزعيم صاحب اعمال مسرحيه ايقونيه استمتعنا بيها كلنا وعاشت معانا سنين كتيره جدا ولسه طبعا هتعيش سنين كتير قدام. بنرحب بالمؤرخ الفني الاستاذ محمد شوقي معانا على التليفون. يا استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ امنه، صباح الخير على كل مشاهدين صباح الخير يا مصر. يا اهلا بيك. في البدايه عايزين نتكلم عن مهرجان المسرح المصري في دورته ال16 للاستعدادات اللي بتتم دلوقتي. هل شايف ان هذه الدوره هتكون مختلفه مثلا عن الدورات السابقه؟ طبعا هو دور مهرجان المسرح المصري يعتبر عرض ثقافي وفني وابداعي، ويعني انا متفائل جدا بالدوره دي لان يرقصها الفنان الاستاذ محمد رياض. هو فنان كبير وفنان يعني اسمه دائما مقترن بكل ما هو جميل وكل ما هو عظيم يعني. والدوره دي طبعا احنا شفنا وسمعنا وقرينا كتير قوي عنها، وهي بتضم كل فرق المسرح سواء من المسرح القطاع عام او مسرح قطاع خاص او مسرح هواه والشركات المنتجه ومسرح جامعي، فاثراء ثقافي كبير جدا واحنا مفتقدين ده من زمان. مفتقدين اثراء الحركه المسرحيه اللي كانت يعني في مصر بتعتبر اساسي وشيء جميل جدا كنا بنشوفه دائما في مسارحنا وفي الحركه المسرحيه المصريه. وان شاء الله تكون فعلا دوره مسرحيه في المهرجان بتؤتي ثمارها، وانا متفائل جدا جدا بالدوره دي، وان شاء الله تكون فعلا دوره مهمه جدا خاصه انها بتحمل اسم الزعيم عادل امام. هنا بقى انا عايز اتكلم شويه عن الزعيم وبداياته المسرحيه. طبعا اعتقد ان كانت اول مسرحيه عملها انا وهو وهي، مظبوط؟ هو اول مسرح اول حاجه عملها استاذ محمد كان في مسرحيه اسمها ثوره قريه. المسرحيه دي كان تابع مسرح التلفزيون مسرح السادس. ايوه ايام ما كان في مسرح تلفزيون اكثر من 10 فرق، وكان بيرقصها الفنان الكبير الاستاذ السيد بدير. فثروه قريه كانت اخراج المخرج حسين كمال. كان لسه جاي بقى من امريكا. ايوه بالضبط. حسين كمال شاف فيه قال له لا انت ما تنفعش تبقى ممثل تراجيدي، انت هتبقى ممثل كوميدي. فاستغرب جدا قال له لا، وكان دوره صغير يعني كان يا دوبك مشهد في مسرحيه ثروه قريه واداء بشكل كوميدي بناء على تعليمات وتوجيهات المخرج الكبير حسين كمال. بعد كده قدمه الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي وقال له تعالى معانا في مسرحيه انا وهو وهي مع فؤاد المهندس والفكر. فقال له انا بمثل تراجيدي، فما قالوش انا كنت كوميدي، فعملت كوميدي قبل كده في مسرحيه ثوره قريه. فكومي قال له اخليك حتى عبد المنعم مدبولي طبعا اقتنع بيه. فكان مديله يعني مشهدين صغيرين في مسرحيه انا وهو هي لغايه ما شافه فؤاد المهندس بطل المسرحيه، وثالث واحد اقتنع ان هو ممثل كوميدي كان هو فؤاد المهندس بعد حسين كمال ومع عبد المنعم مدبولي. وخلى فؤاد المهندس الفنان الاستاذ الكبير خلى المشهدين ثلاثه اللي اعطاهم له عبد المنعم مدبولي اداله مساحه اكتر، لدرجه انه كان الفنان الكبير عادل امام بيقول ان كان لما بيدخل المسرح ما فيش حد بيسقف له، كان لان ما كانش لسه حد عارفه فانا وهو هي. لاول ما بيخرج بعد ما بيأدي دوره ومشهده الكل بيسقف. حتى ان الفنان الكبير فؤاد المهندس قال اكتشافي لعادل امام كما لو كنت زي اكتشاف امريكا. يعني من فرط حب من اعظم الاكتشافات طبعا في حياته. من اعظم الاكتشافات هو كان بيسميه ابنه البكري. وبدات تتوالى اعمال الزعيم عادل امام في المسرح من بعد انا وهو وهي، حاله حب، غراميات عفيفي، ادوار البيجامه الحمراء، ادوار بسيطه لكنها كانت بتنم على ميلاد فنان كوميدي مختلف ومش شبه حد. ودي ميزه الزعيم عادل امام انه ما كانش بيقلد حد، ما كانش شبه حد، كان له خط واحد، خط مختلف، خط متميز. عشان كده تميز الزعيم عادل إمام وبدأ نجمه يبزغ سنة ورا سنة لغاية ما أصبح الزعيم عادل إمام. زي حضرتك قلت يعني مسرحيات كتير عدى عليها، من اول بقى النصابين والبيجامه الحمراء، انا فين وانت فين، لغايه ما وصلنا لوش السعد مدرسه المشاغبين. أيوة. ونقول بعدها بقى ابتدت البطولات الجماعيه، وبعدين توقفت البطولات الجماعيه وابتدى مسرح عادل امام يبقى فقط باسم عادل امام، وتبقى هو البطل الرئيسي للمسرحيه. نقدر نقول بقى مسرح عادل امام تاثيره على الفن المسرحي وشكل الفن المسرحي في مصر والعالم العربي في الوقت ده كان عامل ازاي؟ لأول مرة نشوف مسرحية مدرسة المشاغبين، هذه المسرحية اللي فعلا قلبت كل قواعد المسرح العربي كله، زي ما قال الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، قال إن هذه المسرحية غيرت كل قواعد المسرح العربي كله. وطبعا لأول مرة بنشوف إن المسرحيات بتسجل على شرائط كاسيت وبتباع من كثر حب الناس ليها وجماهيريتها. وبعد كده بدأ يعمل مسرح لوحده، بدأ بمسرحية شاهد ما شافش حاجة سنة 76. طبعا المسرحيه نجحت اكتر، وبدا اسم عادل امام في المسرح يكون ايقونه، خاصه ان دي كان من بدايه المسرحيات اللي بتستمر سنوات. يعني ما كانش مسرحيات عرضها بيستمر اكتر من سنه او بالكثير سنتين، لكن انها تستمر 5 سنوات و6 سنوات ولغايه 8 سنوات، دي ما حصلتش الا في مسرح عادل امام. من شاهد ما شافش حاجه للواد سيد الشغال للزعيم لبودي جارد، لهذه المسرحيات أنا بشوف إنها عملت ثراء مسرحي وسياحي في البلد أكتر من أي حاجة تانية. يمكن كان السياح بيجوا، أو كل دول العالم العربي بيجوا مخصوص عشان ينزلوا يتفرجوا على مسرح عادل إمام. وكان صيف وشتاء، يعني معظم المسرحيات كانت بتكون مسرح صيفي. إلا إن عادل إمام طول السنة شغال، لمدة مثلا عرض المسرحية بيستمر من 7 ل 8 سنوات، طريقة سابقة لم تحدث الا مع عادل امام، وما حصلش بعد كده. يعني حتى لما عادل امام الزعيم عادل امام توقف على المسرح، ما شفناش مسرحيات بتستمر السنوات دي خالص. الظاهره دي انتهت بعد الزعيم عادل امام. يعني هو صاحب ظاهره مسرحيه استثنائيه. عظيم. هو كان عنده فلسفه كده، عايز تعليق من حضرتك عليها في الحياه الفنيه. يعني هو كان مقل دايما في الظهور في وسائل الاعلام وعمل اللقاءات التلفزيونيه، لكنه كان دايما بيعتبر انه تجسيد المواطن او شخصيه للمواطن المصري بمختلف بقى الشخصيات، بانفعالاته، باحلامه، بطموحاته. هو كان بيشوف ان ده كان افضل وسيله للقاء الجمهور. ايه رايك في هذه الفلسفه في عالم الفن؟ طبعا هي فلسفه جميله جدا. انا من رايي، وراي عادل امام راي فعلا نعتد بيه، لانه دايما لما سئل في الموضوع ده قال انا هطلع اقول ايه؟ ما فيش حاجه اقولها، انا بس انا ممثل، الجمهور بيحبني يشوفني على الشاشه. على الشاشه اني بمثل، بقدم له شغل، او على المسرح بقدم له مسرحيات. انما كوني ان اطلع اتكلم بدون مناسبه، طبعا لا، ما يحبش هو كده. وبالفعل هو تلاقيه حواراته التلفزيونيه او حتى الصحفيه حوارات تكون محدوده جدا. ولما كان بيطلع يتكلم بيسرد حاجات كتير قوي ومهمه، وكان كلامه كلام بيفهم المواطن، بيفهم هو عايز يقول ايه. كان قريب جدا من الجمهور البسيط. حتى حواراته ما كانش فيها فلسفه او فلسفه او كلام، يعني كلام منمق، لا، كلام بسيط، كلام يفهمه المواطن، اللي هو حبه عادل امام، اللي هو يعني عادل امام كان بيجسد شخصياته كلها من خلال المواطن المصري البسيط. وطبعا وجود اسم عادل امام يعني في اي عمل فني اصبح دلوقتي، يعني احنا بنتفرج على سينما عادل امام ومسرح عادل امام، اصبح في الوجدان، يعني في الذاكره. يعني حتى افهاته، حتى حواراته اللي موجوده في الافلام والمسرحيات، اصبحت يعني حاجه بتتوارثها جيل ورا جيل ورا جيل، وبيشوفوا الافلام والاعمال دي بينال اعجابهم اكثر واكثر. يعني لا يزال الزعيم عادل امام اعماله بتشاهد وبتعرض وبتنال استحسان واعجاب الملايين من مختلف الاجيال ومختلف انحاء العالم العربي كله. كفايه لما يروح اي حد بلد عربي يقولوا انت من البلد اللي فيها عادل امام. صحيح. ده في حد ذاته شهاده كبيره جدا طبعا. اكيد اكيد. طيب يعني قد ايه كان مختلف وقد ايه كان بيبقى له وجهة نظر في انه امتى ما يبقاش مكمل في حاجة ويتوقف ويبتدي ياخد سكة تانية؟ يعني الناس كلها كانت متخيلة ان نفس الطاقم اللي اشتغل في مدرسة المشاغبين هو اللي هيشتغل في مسرحية العيال كبرت. ليه عادل إمام اعتذر عن العيال كبرت؟ ده ذكاء الفني. هو عادل إمام مش بس موهبة وحضور وذكاء، عارف كويس جدا انه جاء الوقت ان يستقل بنفسه، وقد كان استقل بنفسه على طول بعد مدرسه المشاغبين وعمل شاهد ما شافش حاجه سنه 76، وعشان كده ما رجعش. مش معقول يرجع يعمل بطولات جماعيه بعد ما عمل بطوله مش مطلقه ونجح فيها في مسابقه، وبعد كده مش معقول يرجع ثاني يعمل العيال كبرت بنفس المجموعه الجماعيه او اللي كان عاملها مع مدرسه المشاغبين. وعشان كده كان قرار صائب برغم نجاح مسرحيه العيال كبرت، نجاح مدوي، الا انه كان اختار كويس. يعني اختار ان هو ما يرجعش خطوه لورا، كان بيرجع لقدام. لما اختار بطوله مطلقه، اختار بطوله مطلقه واعتذر لابطال مسرحيه العيال كبرت. وعلى فكره انا عايز اقول ان هو كان بيحضر البروفات وكان بيساندهم، واول واحد كان حاضر اول ليله عرض في مسرحيه العيال كبرت، وكان بيشد من اذنهم، وكان علاقته بيهم علاقه طيبه وقويه جدا. لكن هو كان ذكاؤه الفني قاده انه يكون الزعيم بالفعل من بداياته. وعايز اقول حاجه مهمه جدا في مدرسه المشاغبين. مدرسه المشاغبين لما حبوا يعرضوها في السودان، كان سنه 80 الكلام ده، فطبعا جمع كل المجموعه معاه، مجموعه مدرسه المشاغبين، عشان يعرضها في السودان سنه 80، يعني بعد عرضها بحوالي 7 سنوات في مصر. فجمع فراحوا كلهم، وطبعا ما كانش موجود النجم احمد زكي، لان احمد زكي ساعتها كان بدا برضه ايضا يستقل بنفسه. فجابوا مكانه الفنان محمود الجندي. فكان بيحكي الفنان عادل امام ويقول كل ما نطلع على المسرح في السودان نعرض المسرحيه ما فيش حد بيضحك. طبعا حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. الاستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا الساعة دلوقتي 8 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة. اتفضلي هالة. شكرا منا. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، حيث بحثا سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي وتبادلا وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية المشتركة. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السوداني أكد حرصه على تعزيز آليات التعاون الثنائي مع مصر والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي. ذكرت وزارة الخارجية أن مصر استقبلت أكثر من 200,000 مواطن سوداني منذ بدء النزاع، وتستمر في جهودها الرائدة في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين. وأوضحت الخارجية أن مصر تترأس يوم 19 من يونيو الجاري مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان بشكل مشترك مع قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين. نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري القول بأن إسرائيل شنت ضربة جوية استهدفت نقاطا بريف دمشق وأسفرت عن إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية. وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل نفذت ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط جنوب غرب دمشق، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها. أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء تقارب عسكري محتمل بين جنوب إفريقيا وروسيا، وذلك ردا على دعوة أطلقها أعضاء في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على بريتوريا. وقال المسؤول في البيت الأبيض جود ديفيرمونت إن البيت الأبيض يشارك الكونغرس مخاوفه بشأن شراكة أمنية محتملة بين جنوب أفريقيا وروسيا، ويأتي ذلك بعدما اتهم السفير الأمريكي في بريتوريا حكومة جنوب أفريقيا بتصدير أسلحة إلى روسيا التي تقوم بعملية عسكرية في أوكرانيا منذ أكثر من عام. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يحق لأي رئيس أمريكي الاحتفاظ بوثائق، مضيفا أنه يجب إسقاط التهم ضده. وخلال كلمته أمام أنصاره في ولاية نيوجيرسي أضاف ترامب أن محاكمته فيدراليا تعد استغلالا سيئا للسلطة على حد وصفه. يأتي ذلك بعدما دفع ترامب ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه، حيث جاء الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا. قتل عسكريا يابانيا وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع في ميدان رماية للجيش الياباني في مدينة جيفو بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الشرطة اليابانية أن مطلق النار عسكري شاب يبلغ من العمر 18 عاما وقد تم توقيفه. ورياضيا يلتقي المنتخب الوطني اليوم مع نظيره الغيني بملعب مراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الغيني الوصيف، بينما تحتل ملاوي وإثيوبيا المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. النهارده العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم. فرصة كبيرة النهارده في اننا نستغل هذا اليوم لنشر ثقافة التبرع بالدم. ثقافة التبرع بالدم مهمة جدا، ممكن تكون السبب في إنقاذ حياة إنسان، في إنقاذ مريض، في عودة الصحة والعافية مرة أخرى للمرضى المصابين بأمراض خطيرة جدا. يمكن التبرع بالدم يكون ثقافة مجتمعية آن الأوان إنها تترسخ وآن الأوان إنها تتعمم. ده اللي نقدر نتكلم فيه أكتر من ضيفنا اللي موجود معانا عبر زوم، الدكتور محمد أبو جاد مسؤول برنامج سلامة الدم بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور وصباح الخير على حضرتك. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير عليكم جميعا. أهلا بحضرتك. في اليوم العالمي للتبرع بالدم يا دكتور، لما نيجي نبتدي ونقول رسالة نبتدي بإيه ونقول إيه؟ والله الرسالة المهمة جدا في اليوم العالمي للتبرع بالدم هي أهمية الدور المتبرع المتطوع. إحنا الشعار السنة دي على مستوى العالم لليوم العالمي للمتبرعين بالدم أو اليوم العالمي للتبرع بالدم هو إن إحنا المرضى بيوجهوها وبيقولوا إحنا بنعيش بالعطاء. الرسالة هي We live because you give. نحن نعيش لأنك تعطي، لأن المتبرع هو بيبقى سبب لحياة المرضى المحتاجين لنقل الدم. طبعا حضراتكم عارفين إنه نقل الدم ده بيتم في ظروف مختلفة جدا، الظروف دي بتكون في أحيان كتير جدا بتفرق فيها حياة أو موت. بيكون نقل الدم هو وسيلة لإنقاذ الحياة. طبعا مئات الآلاف من المرضى على مستوى العالم بيحتاجوا نقل الدم بشكل متكرر، مرضى كتير جدا بيحتاجوا نقل الدم بشكل منتظم على مدى حياتهم. يمكن اكتر ناس مشهورين في القصه دي مرضى انيميا البحر المتوسط اللي هم بيبقوا من بدايه طفولتهم بيحتاجوا نقل دم منتظم بشكل شهري مره او مرتين كل شهر مدى الحياه. واحنا في مصر في حوض البحر المتوسط يمكن احنا من الدول اللي عندها نسبه كبيره من المرض ده، وبالتالي نسبه كبيره عندنا سنويا يمكن بتولد 1000 طفل في مصر محتاجين لنقل الدم بشكل منتظم، وبيعانوا طبعا بسبب انه احنا ثقافه التبرع التطوعي غائبه شويه عننا. صحيح طبعا، يعني انا كنت متخيل ان احنا الموضوع مقتصر فقط على الحوادث الكبرى مثلا، على العمليات الكبرى، لكن حضرتك وضحت نقطه مهمه جدا ان احنا في احتياج للدم طول الوقت، للتبرع بالدم طول الوقت. طيب يقال صحيح. وقت التبرع بالدم اتفضل يا فندم. دايما بنسمع كده فندم حد يكون هيتبرع او كده بيقولوا له ان انت لما تتبرع بالدم هتحصل على فوائد كتيره جدا، هل الكلام ده صحيح؟ صحيح طبعا، هي التبرع بالدم دي من الناحيه الصحيه يعني عالميا احنا بنوصي الناس دايما بفكره انه التبرع المنتظم بالدم يبقى ليه فوائد صحيه. مبدئيا كده الشخص بيجدد نشاط خلايا نخاع العظام اللي هو مصنع الدم، لانه اللي احنا في جسمنا حوالي من 5.5 لتر دم، احنا بنتبرع بحوالي نص لتر من الدم. ده بيخلي نخاع العظام انشط في تصنيع الجسم، ربنا بيخليه يعوض كرات الدم الحمراء اللي هو اتبرع بيها دي بكرات دم حمراء اكثر شبابا وحيويه، تقدر تنقل اكسجين بشكل احسن، فبتدي له نشاط يعني وحيوية. هنرجع شباب في نفس الوقت على المدى البعيد. اتفضل يا فندم. وحضرتك هنرجع شباب لما نتبرع بالدم. طبعا ده حقيقي والله فعلا، احنا بنشوف النماذج على مستوى العالم اللي هم بيتبرعوا بشكل منتظم، بنلاقي ما شاء الله الناس كلها بتديهم سن اقل من سنهم. لا دي مساله ملحوظه فعلا يعني. فاحنا في مصر دلوقتي عندنا بعض النماذج الايجابيه، عندنا ناس ما شاء الله اتبرعوا اكتر من 50 مره على مدى يعني 20 سنه او واكتر، وما شاء الله الناس بصحه جيده جدا والحمد لله. وده يمكن ما كانش وارد في مصر قبل كده، لكن دلوقتي الحمد لله عندنا برامج للتبرع المنتظم بالدم في كذا جمعيه اهليه وبرعايه المركز القومي لنقل الدم بوزاره الصحه، وعندنا ما شاء الله متبرعين بالدم على مدى السنوات السابقه منتظمين. لكن لسه العاده دي ما بقتش ثقافه منتشره الحقيقه، ان الثقافه المنتشره زي ما حضرتك بتقول هو انه التبرع بالدم عند الحاجه، لما يحصل حادثه، لما يحصل حد داخل عمليه، في حالات محدده. لكن الحقيقه احنا كل يوم على مستوى العالم طبعا وفي مصر بشكل خاص محتاجين للدم في حالات كتير جدا، حالات مزمنه، امراض وراثيه، امراض بعد شرع الجميع يعني امراض الاورام، احتياجات كتير للدم بشكل متكرر طبعا، في حالات النزيف ما بعد الولاده. كل دي بتبقى حالات حرجه، سواء الاحتياج للدم حاد وحرج وبيفرق في حياه الشخص في اللحظه نفسها او على المدى البعيد. زي ما قلنا مرضى محتاجين لنقل الدم المنتظم عشان يعيشوا، يعني زي ما بنقول كده الرساله بتاعت We live because you give، نحن نعيش لانك تعطي، لان العطاء هو سبب الحياه. اكيد. دكتور، مين الناس اللي مسموح لها انها تتبرع بالدم؟ انا عارفه ان لما نيجي مثلا نتبرع بالدم نلاقي حد بيقول لو رحت لدكتور الاسنان في الفتره اللي فاتت ما ينفعش انك تتبرع، لو عملت عمليه قريب ما ينفعش انك تتبرع. مين اللي مسموح له انه يتبرع بالدم ومين اللي مش مسموح له؟ صحيح، زي ما حضرتك قلتي هو في معايير لاختيار المتبرع، عشان احنا كمان يهمنا جدا سلامه الدم مع توافره. يعني البرنامج بتاع منظمه الصحه العالميه هو سلامه وتوافر الدم، فسلامه الدم تستلزم الحفاظ على المتبرع والحفاظ طبعا على سلامه الدم اللي منقول للمريض عشان يبقى بافضل صوره. زي ما حضرتك قلتي كده في بعض الاسباب بتخلي الشخص غير صالح للتبرع بشكل. السن طبعا من 18 سنه ممكن ينفع الشخص يتبرع لحد 60 سنه و65 سنه لو متبرع منتظم، دي والوزن فوق 50 كيلو يكون زي ما حضرتك بتقولي بقى الحاجات اللي هي الطارئه او اللي بتحصل على فترات او العارضه، زي مثلا موضوع علاج الاسنان. بنفضل ناجل علاج الاسنان، الشخص اللي بيعمل علاج اسنان او اي اجراء جراحي بيستلزم غرز جراحيه او بيستلزم يعني فتح في الجلد، بنقدر نأجله حوالي 6 شهور عشان ضمان سلامة الدم. وكمان طبعا برضو إجراء الحاجات المؤقتة زي لو حد واخد مضاد حيوي لالتهاب بكتيري أو واخد أدوية معينة، لو حد عنده حرارة، دي كلها أسباب بتأجل التبرع لفترات محددة. لكن الفكرة كلها إنه غالبا دايما بيبقى تقريبا 50% من اي مجموعه بتجيلنا يعني في اي حمله تبرع بالدم تقريبا نسبه المرفوضين بتبقى حوالي 50%، وعشان كده مهم جدا ان عدد الناس اللي تقبل على التبرع بالدم يبقى اكبر، لانه الحقيقه برضو لحد مع العجز ومع الاحتياج للاسف ممكن في بعض الاحيان الناس تتغاضى عن بعض المعايير دي وياخدوا الدم، فالموضوع ما يبقاش يعني افضل حاجه بالنسبه لمتلقي الدم. فالافضل عشان ضمان سلامه الدم وتوافره يبقى اكبر عدد من الناس يقبل على التبرع بالدم، بحيث السلطات الصحيه اللي بتنفذ الحملات بقى عندها القدره على الاختيار. احنا بنتكلم على معايير اختيار المتبرع، مش مجرد ما اي واحد هيجي لنا هنقبله، لانه زي ما قلت لحضرتك في معايير بخصوص عشان سلامه المتبرع نفسه، ومعايير اخرى عشان ضمان سلامه الدم للمتلقي اللي هياخد الدم ان شاء الله. طيب، على الرغم من ان في حملات كتيره لنشر ثقافه التبرع بالدم، الا اننا بنشوف ناس كتيره بترفض او بتعزف عن هذا الامر. من وجهه نظرك ليه؟ يعني ممكن يكونوا خايفين من ايه على الرغم من كل الفوائد اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي؟ هي طبعا في بعض المخاوف زي ما بنقول كده او الافكار السلبيه المنتشره عن موضوع الدم ده، من اهمها طبعا كتير قوي من الناس بتقول اصل الدم بيتباع، انا مش هدخل في الموضوع ده عشان دمي ما يتباعش. الحقيقه الموضوع ده رده بسيط جدا. هو الحقيقه ما نقدرش ننكر ان اي دوله فيها الى حد ما عجز في كميات الدم المجمعه وفي احتياج للدم، ودايما احنا يمكن في مصر معتادين نشوف على الفيسبوك او نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي حالات محتاجه للدم. في الحاله دي طبيعي في زي اي حاجه لما بتقل وبيحصل فيها نقص وممكن يبقى فيها الطلب اكتر من المعروض، بيحصل استغلال للاحتياج ده للناس، وبعض الظواهر بتكون سلبيه، ممكن يبقى فيه تجاره يعني غير مشروعه شويه الحقيقه، لكن ده ما بيحصلش الا بسبب نقص التبرع. لو وفرنا الدم للمرضى في المستشفيات والمراكز الحكوميه، المريض بياخد الدم بمقابل بسيط جدا يمثل جزء من ثمن التكلفه او بالمجان تماما. كل مرضى اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هم مرضى الامراض المزمنه والامراض الوراثيه بياخدوا الدم على نفقه الدوله وعلى نفقه التامين الصحي وما بيدفعوش اي مقابل الدم. واحنا يمكن في النهارده في الاقصر، وان شاء الله عندنا فعاليات للاحتفال بالتبرع بالدم باليوم العالمي في الاقصر، لان الاقصر هي ثالث محافظه دخلت في مشروع التامين الصحي الشامل اللي هو بيبعدنا بقى عن فكره دفع مقابل الخدمه. التامين الصحي الشامل زي ما حضراتكم عارفين طبعا مشروع قومي وبيوفر كل احتياجات المريض ومن اهمها الدم. فمهم جدا ان احنا نوفر ثقافه التبرع بالدم في محافظات التامين الصحي الشامل عشان يبقى جزء من التطوير الحادث في المنظومه الصحيه في مصر ان شاء الله. طيب يلا احنا معاكم النهارده نبتدي نحمس الناس. الناس ساعات بتقول يمكن الوقت بياخد، التبرع بالدم بياخد وقت كتير، يمكن ما نلحقش، يمكن يعطلنا. خلينا نشوف دكتور مع بعض، يمكن المده اللي بتتاخد علشان نتبرع بالدم بتبقى مده قد ايه تقريبا؟ عمليه التبرع نفسها بتاخد وقت يعني ما يزيدش عن 10 دقائق. الاجراءات اللي بتتم قبل التبرع اللي هي ضمان سلامه المتبرع، قياس نسبه الهيموجلوبين والتاكد من الكشف الطبي اللي بيتعمل ومراجعه الاسئله، بتاخد مثلا 10 دقائق كمان ربع ساعه. وبعد التبرع ممكن الشخص برضه بنفضل انه يستريح شويه ويشرب العصير او يشرب السوائل. العمليه كلها زي ما قلنا بتاخد كتير قوي نص ساعه. التبرع نفسه، عمليه التبرع وسحب الدم، بتاخد حوالي 10 دقائق. فالموضوع في نص ساعه تقدر تنقذ حياه 3 افراد، لان كيس الدم الواحد كمان بيتفصل مكونات ممكن تنقذ حياه 2 ل3 افراد. فنص ساعه من وقتك مش كتير. احنا بالمناسبه دي برضو منظمه الصحه العالميه مع خدمات نقل الدم القوميه وجمعيه شريان العطاء يوم الجمعه اللي جايه عاملين حمله، وحمله توعيه وتبرع بالدم في حديقه الطفل بمكرم عبيد مدينه نصر. ويا ريت تبقى دي دعوه برضو لكل اللي بيشوفونا يبقوا موجودين معانا يوم الجمعه من الساعه 5 للساعه 9 ان شاء الله، موجودين بعد العصر كده، الجو هيبقى كويس ان شاء الله، ويوم اجازه الناس كلها موجوده. يا ريت الناس كلها اللي تقدر تبقى موجوده في حديقه الطفل بمكرم عبيد يوم الجمعه، يبقى ده احتفال حمله توعيه وتبرع بالدم لرواد الحديقه ولكل الناس الموجودين ان شاء الله. عظيم. النهارده بقى في الاقصر ايه الفعاليات اللي هتتم على هامش الاحتفال بهذا اليوم؟ تمام. النهارده في الاقصر ان شاء الله احنا هنبدا الساعه 10 في مستشفى الاقصر الدولي لقاء مع رموز المجتمع في الاقصر، شباب الجامعات، ممثلين للكنيسه وممثلين للاوقاف والازهر، وهنعمل لقاء زي ما قلنا كده، لقاء مجتمعي، حوار مجتمعي وتوعيه مجتمعيه عشان نلفت النظر ونستغل الشخصيات الموجوده، القيادات المجتمعيه، في نشر ثقافه التبرع بالدم بين الناس ونشر الرساله وتعديل الثقافه. زي ما حضرتك بتقول انه الاحتياج للدم مش مرتبط بحادثه او عمليه بس، لكنه مرتبط باحتياج مرضى كتير قوي الامراض مزمنه. وبعد كده ان شاء الله هيبقى عندنا لقاء مع سياده المحافظ، وحمله تبرع بالدم هتطلق يعني ان شاء الله في مقر محافظه الاقصر. وبعد كده ان شاء الله الحملات هتبقى موجوده على في خلال اليوم بقى ان شاء الله، وبعد الفتره المسائيه على الكورنيش وفي اماكن كتيره في اماكن التجمعات في محافظه الاقصر. طيب دكتور محمد، قبل ما نختم والناس ان شاء الله تكون تحمست، نقدر نقول كم مره الشخص يقدر يتبرع بالدم؟ الشخص البالغ زي ما قلنا اللي بعد 18 سنه، بالنسبه للشباب او الرجال ممكن يتبرعوا كل 3 شهور يعني 4 مرات في السنه، بالنسبه للفتيات او السيدات من 3 مرات يعني كل 4 شهور. يعني الشخص ممكن يتبرع من 3 ل4 مرات في السنه. لو احنا بنحط بقى معايير كده بسيط، بنقول لو الشخص اتبرع مرتين في السنه سواء سيدات او رجال، يعني مره كل 6 شهور بشكل منتظم، ده على المدى البعيد يبقى ممتاز جدا. مرتين في السنه هو ده الرقم اللي بنقول عليه متبرع منتظم، ريجولار دونر على مستوى العالم، اللي هو بيتبرع مرتين في السنه على الاقل. فهي دي يعني تكفي جدا، لكن ينفع الشخص يتبرع زي ما قلنا للرجال بعد 3 شهور، وبالنسبه للسيدات بعد 4 شهور من التبرع السابق. عظيم. هل احنا عندنا عجز دلوقتي يا دكتور محمد في كميه الدم؟ هل في فصيله معينه مثلا فيها عجز؟ هو الحقيقه طول الوقت الموضوع الستوك بتاع الدم ده حاجه دايناميك ومتحركه جدا. انت عارف يوميا في تبرعات جديده، ويوميا في مرضى الحقيقه بيحتاجوا للدم. يعني هنقدر نتكلم على بشكل جلوبال كده، احنا في مصر بنوفر حوالي 1.5% من عدد السكان وحدات دم تقريبا، بنجمع 1.5 مليون وحده دم. يعني تقديريا احتياجات الدم بتبقى المفروض 3% من عدد السكان في البلد كلها بحسب مستوى الرعايه الصحيه، طبعا ممكن من 3 ل 5%، احنا هنا في مصر بنتكلم انه 3% ان شاء الله ممكن يبقوا كافيين، يعني احنا محتاجين نجمع 3 مليون وحده دم في السنه. دايما الحقيقه كلنا بنشوف الظواهر بتاعه مريض محتاج، بالذات الفصائل النادره طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وبالذات المرضى زي ما قلنا اللي هم مش هيجيبوا حد من قرايبهم يتبرع، لان احنا زي ما عارفين ثقافه التبرع في مصر قايمه على التبرع العائلي الى حد ما، اللي هو الاحتياج للدم، اجيب حد من اهلي يتبرع، لكن احنا عايزين ننشر الثقافه. لا والله يا دكتور محمد، انا بقيت الاقي حاجات مهمه جدا برضو، يعني واحنا بنتكلم عن انه التبرع العائلي هو الاساس، لا انا بشوف الجيران كمان والاصدقاء صحيح في الحياه بشكل عام وزملاء العمل. بالظبط كده، هو التبرع اللي احنا بنسميه الاستبدالي اللي هو عند الحاجه. المشكله في ان التبرع عند الحاجه ده بيخلي الموضوع شويه مرتبط بالمريض نفسه، يعني تبرع على اساس فردي. الحقيقه في مرضى ما بيبقاش عندهم، الحقيقه في مرضى بيتعالجوا في القاهره مثلا وبيكون هو من الارياف او من اماكن بعيده، ما عندوش قرايب موجودين او ما عندوش جيران او اصدقاء. في مرضى زي ما قلنا المرضى اللي محتاجين لنقل الدم المنتظم مدى الحياه ده بيحتاج ممكن في السنه يوصل ل 20 كيس دم، هيجيب منين 20 واحد من قرايبه او اصدقائه او زملائه؟ طبعا الناس زي ما حضرتك بتقول كده لما بيعرفوا ان في حاله، في كتير من الناس بتقبل على التبرع، وده جزء من المسج او الرساله انه الموضوع محتاج مصداقيه وثقه، الثقه لو موجوده في المريض اللي محتاج للدم وان الدم ده هيوصله بالمجان. الحقيقه المصريين عندهم درجه عاليه جدا زي ما بنقول كده من الرغبه والشهامه والرغبه في المساعده، ده بيحصل، شفناه كلنا في الاوقات اللي بيحصل فيها حوادث لا قدر الله او يعني حرائق بعد الشر او يعني زي ما بنقول حوادث كبيره، بنوك الدم كلها اللي بتبقى في المنطقه بتاخد احتياجاتها وزياده، وحتى بتمنع التبرع لفتره لانه الناس بتقبل على التبرع جدا، عشان الناس لو عرفت ان في احتياج. عشان كده دي رساله مهمه جدا بقى للاعلام انه يوصل المسج، يوصل رساله احتياج للدم احتياج دائم، المرضى المحتاجين للدم موجودين طول الوقت، مش لازم نستنى لما يحصل كارثه بعد الشر على الجميع، وفي الحاله دي ان احنا نلجا للتبرع. صحيح، وهي ليها كمان فوائد عديده زي ما حضرتك ذكرت، وثوابها عظيم كمان في انك ممكن تنقذ حياه انسان، ودي حاجه مهمه جدا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. بشكر حضرتك دكتور محمد ابو جاد، مسؤول برامج سلامه الدم مكتب منظمه الصحه العالميه بمصر، شكرا جزيلا ليك يا فندم. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. اهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2024 بكوت ديفوار. شهد ميران المنتخب تدريبات بدنية ثم تقييمية قوية للاعبين. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أكد أن منتخب مصر يسعى لحسم صدارة ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الإفريقية المقبلة. وقال فيتوريا أن بعض اللاعبين بيعانوا من الإجهاد ولن ندفع إلا بالجاهزين بنسبة 100%. المنتخب الأولمبي لكرة القدم أدى تدريبه الثنائي بالإسكندرية استعدادا للقاء الودي مع غانا في معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا لكأس الإفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل. ومنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة ودع بطولة كأس العرب من الدور ربع النهائي بالخسارة من الكويت بنتيجة 6-2 في اللقاء اللي جمعهم امبارح في دور الثمانية. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بيدرس منح الفرصة للبدلاء في بطولة كأس مصر اللي هيبدأ في الفريق مشواره بمواجهة منتخب السويس يوم 25 يونيو الجاري في دور ال 32 بالبطولة. وبيستعد الأهلي وكمان بيمتلك عدد كبير من اللاعبين اللي ما شاركوش في الفريق بشكل منتظم الفترة اللي فاتت بسبب طبعا ضغط المباريات. الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للقاء فريقه المقبل في كأس مصر. شهدت الجلسة الحديث عن العديد من المواقف الفنية داخل الملعب بجانب طبعا شرح العديد من الجمل الخططية المراد تنفيذها في الميران. المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش تغلب على المنتخب الاسترالي امبارح بنتيجه 4-0، وده في مستهل مشوار الفراعنه ببطوله كاس العالم المقامه بالهند خلال الفتره ما بين 13 ل 17 يونيو الجاري. الدولي المصري محمد صلاح تواجد على رأس التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى، وده بعد ما قدم نجمنا المصري مستويات متميزة في الموسم اللي خلص مع ليفربول سواء محليا أو قاريا. وفقا لشبكة سوفا سكور العالمية فإن محمد صلاح تواجد في التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة بتقييم بلغ 7.15 درجة كتقييم فني لمستواه في الموسم اللي فات. البرازيلي الدولي أليسون بكر حصل على جائزة لاعب العام في نادي ليفربول بتصويت الجماهير للمرة الأولى في مسيرته مع الريدز، وده طبعا بعد ما احتل صدارة استطلاع الرأي. خلصت نشرتنا الرياضية وهنعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع منى وشاذلي. شكرا ليك يا هالة. خلاص بدأت الأجازات الصيفية لأغلب المراحل الدراسية للتعليم الأساسي، ومعها بيبدأ سؤال مهم جدا، ده سؤال كل سنة، إزاي نستفيد من هذه الأجازة في شيء مفيد من غير ما يكون فيه ضغط بعد عام دراسي طويل، والأهم إزاي ولادنا هيتقبلونا وإحنا بنهزر معاهم بعد الدراسة. إحنا طول فترة الدراسة اعمل ما تعملش، ذاكر، روح، تعالى، والتزامات في المدرسة ولما يروح لازم يذاكر وواجب وقصص كبيرة قوي. بعد ده كله بيلاقيني أنا عايز أعرف نفسيته تكون عاملة إزاي، هيتعامل معايا إزاي، هيقبلني إزاي وأنا ما بزعقش. أنت مش بتزعق في الأجازة؟ يعني أجازة بقى يعني حراق، يعني أزعق في الاتنين؟ أنا الدراسة عندي بتبقى أصعب على فكرة، يعني بنبقى علاقتنا ألطف بكتير من الأجازة. إزاي نقدر ننظم وقت الشباب في الأجازة؟ إزاي نقدر الشباب اللي هم أطفالنا، يعني إزاي ما نسيبهمش ضحية للسوشيال ميديا طول الوقت؟ إزاي ما نسيبهمش ضحية للفيديو جيمز والبلاي ستيشن؟ الشاشة ما يبقاش أسير الشاشة. عايزين بس نقول لكل الأمهات ما تنسيش ولادك على الكنبة، يعني حاولي تفتكري إن في أطفال معاكي في البيت، ما تسيبيهمش طول الوقت قاعدين وأنت ما دام هم بعدين عنك وخلاص ما انتش مسؤوله منهم، فخلاص سايباهم بقى للشاشه وهم بقى ربنا يتولاهم. الدكتوره شيماء الاسد استشاري العلاقات الاسريه موجوده معانا النهارده في الاستوديو، هتتكلم معانا اكتر نعمل ايه مع الولاد في الاجازه. صباح الفل عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. احنا مش بنزعق في الاجازه بجد؟ لا خالص. انت بتزعقي في الاجازه؟ بزعق على طول. هنعمل بقى معاهده سلام. اوكي. عشان دلوقتي طول الدراسه احنا ذاكر، تمارين، هننام بدري، الاكل، عاملين سيستم كله ضغط، مع ان انا مش مع الاسلوب ده، ما بحبش كده. حتى في الدراسه احب ان يبقى فيه تعاون، لان طبعا شفتي بقى تمام اهو تعاون مننا ليهم. اوكي فكرت تعاون طبعا، لان هم كمان نفسياتهم اهم كتير من الدراسه ومن الاكل ومن المذاكره. ليه بقى؟ هو إنسان، مش إحنا كنا صغيرين برضو ولا إحنا كبرنا كده؟ طيب هو إنسان عنده احتياجات نفسية، محتاجة تعرف هو بيحب إيه ومش بيحب إيه، إيه الشيء اللي بيضغطه نفسيا. طب خلصت الدراسة، أنا دلوقتي في الأجازة، إيه بقى معاهدة السلام؟ هنعمل ميتنج، إحنا خلصنا كل حاجة، حابين نبتدي مع بعض إزاي. طبعا هم هيتخضوا، يعني أنتوا بتهزروا ولا بتاخدونا على قد عقلنا؟ طيب إحنا دلوقتي في وقت كبير كل واحد فينا سواء الأب الأم بيشتغلوا، إحنا هندخل البيت، عايزين الوقت ده نتجمع فيه مع بعض. تحبوا نتجمع إزاي؟ طبعا في ناس عايزة تخرج، في ناس عايزة تلعب. هنعمل بقى كل يوم حالة. يعني إيه حالة؟ يعني مش هنخلي شيء واحد يقتصر على الأسبوع. النهاردة أنت هتختاري إحنا نحب نعمل إيه. عايزين نخرج، هنخرج. تمام؟ طبعا ده هيتناسب مع كل ظروف أسرة، لأن كل بيت ليه ظروفه. طبعا. طيب حضرتك بكرة هتختار، النهارده احنا ممكن اختار في يوم شاذلي عادي برضه. هتختار ايه يا شاذلي؟ اختار ايه؟ اختار اقعد في البيت. اوكي نقعد في البيت، نلعب. مش لازم اللعب يبقى بقى سوشيال ميديا، هنعمل اكتيفيتيز مع بعض، لازم نشاركهم ونرجعهم لحياتنا احنا. طبعا بعتذر على صوتي بس. ألف سلام عليك. الله يسلمك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ في العاب كتير قوي السوشيال ميديا بتساعدنا ان احنا نعملها بايدينا، نقعد احنا بقت طاقتنا ضعيفه، المشكله بقت عندنا. والله طاقتنا ضعيفه، مش عايزين نقعد نبذل مجهود معاهم. خلينا بقى احنا نخترع. المشكله ان احنا ننزل لسنهم ونقعد. والسن هنا على فكره مش بس اطفال، الكبار كمان. تعالوا نرجع احنا لطفولتنا. مره هعمل معاكم حلقه عن الطفل الداخلي. مش احنا زمان كان عندنا حاجات كتير قوي نفسنا نعملها ما عملناش؟ طب ما تيجي نعملها. ايه المشكله؟ احنا كبرنا بقى دكتور. لا ما كبرناش. طول ما احنا بنكبر بجسمنا، الطفل اللي جوانا مش بيكبر. ليه؟ هو مش بتلاقي ان احنا بنبص لبعض وبنقول شكلك مش جايب سنك؟ ما هي دي روح الطفل اللي جواك. اوكي، هتكبره ليه؟ خليه. والله طبعا خليه. هو ده اللي بيخلينا اكتر نستمر في الحياه. طيب، كل يوم احنا هنعمل حاله. خرجنا، قعدنا، لعبنا. احنا كمان لازم نحببهم في القرايه، لان القرايه اولادنا اتربوا ان القرايه هي المذاكره. لا، لازم نعرفهم ان القرايه دي هي الثقافه اللي بتخلينا نعرف اكتر الحياه بره فيها ايه. القرايه مش بس تاريخ، القرايه مش بس جغرافيا، القرايه لا، فيها علوم تانية. ازاي اخليه يعرف انا مين؟ لازم اتعرف على نفسي. انا بحب ايه، مش بحب ايه، دي من القرايه. لازم اتفضل. بس دي تفضيلات. يعني في اطفال بتحب انها تقرا، في اطفال مش بتحب انها تقرا، في اطفال ما بتحبش تجهد نفسها. طيب، في اطفال بتحب تفرق وتجهد نفسها وتجهد اللي حواليها وتجهد اصحاب اللي حواليها. السلام ان احنا كل يوم هنعمل حاجه. انا من غير ما احسسهم انا هتعرف عليهم من جديد وهعرفهم عليا. يعني اليوم اللي احنا محتاجه اعمل كده. طبعا انا اللي جايباهم، فانا عارفه هتعرف عليهم ازاي. تبقي جايباهم ومش عارفاهم. ما انا بقول لك مش محتاجه اتعرف عليهم. لا طبعا محتاجه تتعرفي عليهم. هقول لك حاجه، وانا بعمل ايه؟ بيجوا لي العياده الامهات بتقول لي انا عارفه عنه كل حاجه، ولا عارفين اي حاجه. لا، لعبنا اللعبه اللي هي جاوب الاسئله ومش عارفه ايه، وطلعت عارفه كل الإجابات. كل طفل وكل ولد او بنت بيبقوا دايما، انت لغايه دلوقتي هل بابا وماما واحنا كبرنا اهو عارفين كل حاجه؟ في جزء داخلي دايما. طبعا احنا محتفظين بيه. طبعا الاصدقاء بس اللي بيتعرفوا عليه. احنا لما نقرب ونبقى اصدقاء هنتعرف عليه. انا عايزه اوصل مسج انه الاجازه انا هستفيد بيها في ايه. دلوقتي لما بتكلم وبقول انه مش هنقعد على السوشيال ميديا، حياتنا كلها بقت سوشيال ميديا. الذكاء الاصطناعي كمان دلوقتي داخل بهجمات عنيفه. فاحنا بالعكس، انا ممكن استخدم ده بقى وابتدي اقعد، تعالوا علموني، ايه رايكم نعمل برنامج لينا؟ بمعنى هو احنا دلوقتي بنتفرج على ايه؟ مش دلوقتي بيعملوا برامج جديده عشان كل حاجه هنستخدمها بيه. طب ما تيجي احنا كفاميلي نعمل برنامج يخصنا، وده ينفع على فكره. ندخل في السيستم ان احنا كفاميلي عايزين نعمل 1 2 3. دي فكره جديده هتشاركنا ونبتدي نتعامل بيها من خلاله. ايه المشكله؟ يبقى انا استخدمت السوشيال ميديا، ما وديتهمش في حته ان انتوا مش فاهمين حاجه، وانا رحت معاهم وبنشترك. واحنا انا في الشغل وهم في البيت او في النادي، احنا بنلعب مع بعض. ايه المشكله؟ يعني اللي انا عايزه اقوله ان احنا لازم نقرب للجيل ده. وبعدين الجيل ده فاهم اكتر كتير مننا. 9 سنين زمان غير 9 سنين دلوقتي. كتير. 9 سنين زمان بقى 19 سنه دلوقتي. فاحنا لازم نتطور معاهم. طيب كمان انا هستغل الصيف في ايه؟ هو انا ليه بس بركز؟ انا هسفركم، فانا ببقى مركزه في المكان وفي الاكل وهتعملوا ايه. لا، احنا هنسافر، عايزين نعمل ايه؟ نسافر فين بالظبط؟ ناخد رايهم. طب بس انا عايز قبل السفر عايز ارجع بس لحاجه صغيره كده في السوشيال ميديا او في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي او الالعاب. تمام. ايهما اخطر على الاولاد؟ ان هم يفضلوا قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يفضلوا يلعبوا في العاب؟ لا، هو كله هم بيقعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي يلعبوا العاب. كمان الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. طب انا بشوف بعض الشركات بتاخد بعض زي السلم والتعبان مثلا. تمام. بداوا يصنعوها بره. دي حقيقه. ظهروا والفكرة بنلعبها جيمز دلوقتي، والليدو والدومينو وكل الحاجات دي احسن من ان انا امسك الموبايل والعبها. هي النقطه، بس انا عندي مشكله ان الشيء لما بيعتاد بتبقى كارثه، بتبقى ادمان. فاحنا عايزين نعرفهم ان كل شيء ليه ليميت. هلعب بس بليميت. الادمان ما دلوقتي خلاص انا قلت له العب، فاكره انه بيشغل دماغه، صح؟ ايه اللي حصل؟ ادمن اللعبه. زي الاستيميشن. الاستيميشن خارجيا هي لعبه مفيده جدا، كلها حسابات وكلها فيها تشالنج، بس في الاخر هو اول ما بياخد الوقت هي ساعه الا ربع. انا لو عشان العب 3 ادوار عملت ايه؟ نص اليوم بتاعه ضاع. فانا كل اللي انا عايز اعمله ان في ليميت، ان انا هلعب وهتكلم وهحكي قصص. محدش بيقبل يا دكتور. لا بيقبلوا، عارفه ليه؟ هقول لك. انا بحكي حاجات واقعيه، لان انا بعمل الجدول ده عندي اوريدي. طب السكادجول ده هو انا ليه بحكي قصص؟ انا مش هحكي قصص ممله، انا هاخدهم للعالم بتاعي. انا كنت بعمل وكذا وكذا وكان في ايه بيضايقني، هو انتوا محتاجين ايه مني؟ ليه ما نقعدش واقول له هو انت زعلان مني في حاجه؟ بس بشرط احنا هنتفق يبقى في ثقه. مش هو بعد ما يحكي لي اقول له بجد والله ماشي، مش هيحكي حاجه تاني. في روح في البيت هعملها خفيفه. وعلى فكره اللي بقوله ده مش خيال، ده انا عملته بيحصل، انا بعمله في بيتي، العملاء بتوعي بيعملوه عادي. المشكله ان احنا بابا وماما، اكل وشرب ومصاريف ومذاكره ونوم وكل كذا، وده غلط، والدكتور لا اوامر. الحياه مش كده. احنا خدنا الموضوع سيطره، احنا جايين ده حتى في الصلاه احنا بننوه وبنقول طول ما الشيء في سيطره في نفور. فانا عايزه اعمل، ليه بقول حاله في الاول؟ عايزه اعمل حاله ان انا صاحبتكم، ما هو انا كمان محتاجه حنانهم على فكره. هو احنا لما بنتخنق ولما بنكبر مش بنحتاجهم يبقوا جنبنا؟ طب انا ليه ما ماهدش ده من الوقت؟ فانا عايزه استغل الاجازه انه انا من كذا لكذا انا في الشغل، هاجي محتاجه اشحن. ما هو لازم نبقى منطقيين. الوقت ده بقى هم كمان بيسهروا، صح؟ مظبوط. طيب هنضحك، انا عايز انام بدري بالظبط. هنضحك على بعض لو قلنا اصل احنا هننامهم بدري. احنا عايزين نبقى في حاله واقعيه. هم دلوقتي في الاول بياخدوا بريك، خارجين من الاجازه عايزين انا ذاكرت، ودايما تسمعي يقول لك انا ذاكرت لك على فكره. ايوه سيبيني براحتي. ايوه فانا هسيبهم شويه اسبوع براحتهم، وبعد كده هقول لهم انا مش بعمل ده عشان تنام بدري، عشان انا بعاقبك. ابتدي اخليهم يخافوا على نفسهم. هنفذ بقى اللي حضرتك بتقوليه، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني اقول افتكر ان في سيستم برضه بشكل او باخر، وانا لازم اشحن علشان اقدر امشي معاك، لازم اذاكر. ما هو ذكر دي تمشي عليا وتمشي عليهم بالظبط. وفي فيديوز بقى مش في سوشيال ميديا، طب ما انا استغل اجيب الفيديوز اللي توريهم على فكره. يعني العند بيخليهم مش بيسمعوا الكلام، انا هجيب الفيديو واسيبه واتفرج. الفيديو بقى اللي بيقول ايه؟ بيقول ان الصحه في التاخير غلط، ان العقل ده بيبوظ، ان انت محتاج كل الحاجات دي اندايركت هتوصل. انا كمحمد مقتنع بالكلام اللي حضرتك بتقوليه، بس على ارض الواقع زي ما انت قلتي 9 سنين زمان غير 9 سنين دلوقتي. 9 سنين دلوقتي هيقول لك انت جايب الفيديو ده تفرجهولي عشان انا اللي اشوفه دلوقتي مش انت اللي تشوفه. طب انا هقول لك حاجه، بيحصل والله صدقني، انا عارفه. انا همشي معاك. طب ما يلا نجرب احنا الاثنين مع بعض، ايه المشكله؟ هو هيبقى عارف التعب منين؟ التعب مننا، مش عايزين نبذل مجهود. ما هو ده محتاج عشان وقت. احنا وحشين؟ لا عشان احنا خلصانين، عشان احنا زهقانين. بس احنا لو عايزين حاجه لازم نكون قدها. صحيح، عشان يعني انا ما ينفعش دلوقتي اقول انا عايز اعمل 1 2 3 وانا مش بساعدك. طب هو هيسمع كلامي ازاي؟ هيقتنع بيا ازاي؟ صح. الحياه مش اوردرز، نام يا حبيبي عشان ده كويس لصحتك. طب وبعدين وانا لو زهقان، ما هو بابا سهران، اشمعنى انا؟ طيب في بعض الناس بيدوا كورسات لاولادهم في الصيف، تمام، انا مع ده قوي. بس في نقطه، انا ولادي حابين ايه؟ ادب، في ولاد بيحبوا يقروا لوحدهم، حابين تمارين، بيحبوا الكوره، بيحبوا السباحه، حابين يشتغلوا على نفسهم. دلوقتي السوشيال ميديا فعلا في الكورسات مش مخليه. هو انا وانا بتكلم عن الكورسات اقصد اللي هي الكورسات اللي هتساعدهم في السنه اللي جايه، يعني بيمهدوا لهم في الدراسه. انا يعني مش مع دروس، يعني بيذاكروهم يعني لغات، ولا بتتكلم يعني في مواد دراسيه مثلا، في حاجات بتبقى ثابته كده مثلا. اصل اللغات دي تمام، لكن ان انا اجيبهم واعرفهم منهج، نبتدي نستعد للماده الدراسيه اللي هياخدوها السنه اللي جايه. ده بالنسبه لي حرام جدا. ده بجد هم مش بيستفيدوا. الاهالي بيتخيلوا ان انا باسس، لا، لان دايما ارجع تاني، الشيء لما بيزيد عن حده طبعا بيتقلب ضده. انا بكره ولادي في العلم، ما هو التعليم جاي من العلم. حسستهم ان ده شيء قهري، ان ده اجباري. عشان كده حتى تلاقي بعد الثانويه العامه هي كله بيرمي الكتب، هو الحياه مش ثانويه عامه، ما احنا طول الوقت احنا في امتحانات. فلا انا مش مع ده، حتى لو انا عايزه اسس قبل الدراسه ب3 أسابيع، فانا بجيبها له ازاي؟ اني بمهد، اني بساعدك، لكن من الدراسه لكورسات ودروس لا. يعني نفس، محتاجين نفس، احنا كبار في الشغل مش محتاجين ويك اند طبعا، مش صح. بنفصل، مش بنسافر، هو مش كلنا طاقات، حرام. لا انا مش مع ده. الفكره بتاعت شاذلي طيب في ان انا اشتغل على الولاد تمام اصلا في الصيف، اعملها ازاي من غير ما ابقى برضو بضغطهم وبضغطني؟ لان وانا بضغطهم وعمال احاول احشر المواد العلميه في مخهم، انا كمان مش هاخد وقتي ان انا اتعافى من اللي حصل في السنه الدراسيه. هو انا برضو عايزه اوصل معلومه مهمه جدا، عايزه وانا بشتغل على الولاد في الصيف اعرف نفسي انا كبيرنتس حاجه مهمه جدا. مفيش حد هيبقى بيرفكت، فان انا ابقى ماشيه ده هيبقى 10/10 في التمرين، لا انا لازم اشوف انا هشتغل معاه في ايه هو حبه عشان يبقى بيرفكت، فانا اتبسط. وبرده حاجه تانية مهمه جدا، اشتغل معاه في ايه هو عايزه. مش انا كان نفسي ابقى سباح فابني لازم يتعلم سباحه، انا كان نفسي العب بيانو فابني هيلعب، لا هو عايز ايه. اتفضلي. الاستمراريه هنا بتبقى ازاي؟ الولاد بتبقى ساعات كتير هوائيه قوي، النهارده عايزين كوره، بكره عايزين فروسيه، بعده عايزين كيك بوكسنج، بعده عايزين كره ريش، كل ساعه ولا كل اسبوعين برياضه. احنا كده هنعمل بطل رياضي ازاي؟ بصي للاسف يعني معلش، لو واحنا مش اجبار ان كل الناس تكون ابطال رياضيين طبعا، بس انا بتكلم في ان احنا منين نبقى بنعمل دعم ان احنا نسبورت. طيب انا هقسمها نصين. طيب. الجزء الاولاني انا هبقى مع اولادي الى ان يستقروا هم عايزين ايه. لانه انا مثلا هتكلم عن نفسي، دخل سباحه وكوره وتنس، وقف عند الفوتبول، هو بيحبها بقى بطل فيها، بس فهو الاستمراريه دي الاجابه، استمراريه من اللي هو اختاره. ما حبش السباحه، انا سبورت، دي الخطوه الثانيه. لما يختار انا سبورت، هنا هو حب، فانا ده دوري بقى، هو محتاج ايه، اساعده ازاي. يعني انا كأم كنت بعمل غلطه كارثيه، انا فاكره انه قبل ما ينزل يلعب لازم ياكل، دي كانت كارثه، وما ينفعش ياكل قبل الملعب. اللي انا عايزه احكيه من الجزء ده انه اشوف احتياجات الشيء اللي بيحبها عشان اعرف اسبورت صح. ما سبورتش من وجهه نظري انا، من وجهه نظره. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان بدعم باسلوبه. في عندي طفل انطوائي، في طفل اجتماعي، في طفل عنده طاقه بيحب الهزار، اشوف ايه هو نمط شخصيته وادخل له منه. مش هينفع اهزر مع واحد هادي واقول له اصل انت كئيب، هو هادي. مش هينفع مع ولد بيحب يهزر وشقي ودمه خفيف اقول له اهدى شويه، انا بحسسه كده ان انت فيك حاجه غلط. كل الحاجات دي مع بعض بدمجها، فابتدي الاجازه والصيف بيبقى خفيف لايت. طيب عظيم جدا. واحنا بنتكلم دلوقتي عن التمارين والحاجات دي، ممكن يكون في طفل عنده مثلا موهبه وليكن في السباحه تمام. وشاطر وبينتقل كل شهر من ليفل لليفل والمدربين بيشكروا فيه، لكن هو طفل ملول، بيزهق بسرعه، بيمل بسرعه. ازاي افرق ما بين الاثنين، وازاي اقدر اقنعه او احاول يعني ايه اشيل الملل من جواه واقول له لا ده انت شاطر في دي وانت بتتقدم وانت كل شهر ما شاء الله بتطلع ليفل؟ هتطمن الاول في حاجه، هل هو اللي اختار؟ لان ساعات الاهالي ده انا بشوفه بتقول له انا شايفاك شاطر في ده وانت هتبقى سباح، فهو بيعمل لماما او بابا. لو هو ده يبقى طبعا هو ملول، لانه ما عندوش شغف، مش حاجه بيحبها، فدي باينه قوي. فانا هضطر ادخل بقى واتكلم واشوف هو بيحب ايه، ودي بتاخد وقت زي ما كنا بنتكلم، بيجرب كذا حاجه. لانه هو ساعات بيقول لك انا عايز التنس، بس لما يروح مش عايز يفضل يلم الكور ويلعب هو. طيب لكن لو هو بيحبها وملول، يبقى الولد ده بيحب التجديد، فحس ان السيستم بتاع التمرين هو فانا اعمل ايه بقى؟ اخده في جزء تاني فيه تشالنج، لعبه تانيه، انا انافسه مع حد صحابه، ادخله في حاجه ايجابيه مع الكابتن، عشان كده دايما بقول الموضوع عندنا المجهود، احنا اللي لازم نركز ونبذل المجهود. ربنا يتولانا. والله دي حقيقه، ربنا يقدرنا فعلا ونقدر نعمل اللي حضرتك بتقولي عليه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا يا فندم. دكتوره شيماء الاسد استشاري العلاقات الاسريه، الف شكر لحضرتك. ميرسي ليك يا شاذلي، شكرا لوجودك معايا. مشاهدينا الساعه دلوقتي 9، ميعادنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله. اتفضلي يا هاله. شكرا منا. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري. اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، حيث بحثا سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي وتبادلا وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية المشتركة. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السوداني أكد حرصه على تعزيز آليات التعاون الثنائي مع مصر والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي. قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش يشعر بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف واسع النطاق في أنحاء دارفور بالسودان. وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن غوتيريش قلق للغاية من تزايد البعد الطائفي للعنف، داعيا الطرفين المتنازعين إلى وقف طويل الأمد للأعمال القتالية. نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري القول بأن إسرائيل شنت ضربة جوية استهدفت نقاطا بريف دمشق وأسفرت عن إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية. وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل نفذت ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط جنوب غرب دمشق، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها. أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء تقارب عسكري محتمل بين جنوب إفريقيا وروسيا، وذلك ردا على دعوة أطلقها أعضاء في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على بريتوريا. وقال المسؤول في البيت الأبيض جود ديفيرمونت إن البيت الأبيض يشارك الكونغرس مخاوفه بشأن شراكة أمنية محتملة بين جنوب إفريقيا وروسيا، ويأتي ذلك بعدما اتهم السفير الأمريكي في بريتوريا حكومة جنوب إفريقيا بتصدير أسلحة إلى روسيا التي تقوم بعملية عسكرية في أوكرانيا منذ أكثر من عام. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يحق لأي رئيس أمريكي الاحتفاظ بوثائق، مضيفا أنه يجب إسقاط التهم ضده. وخلال كلمته أمام أنصاره في ولاية نيوجيرسي أضاف ترامب أن محاكمته فيدراليا تعد استغلالا سيئا للسلطة على حد وصفه، يأتي ذلك بعدما دفع ترامب ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه. قتل عسكريان يابانيان وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع في ميدان رماية للجيش الياباني في مدينة جيفو بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الشرطة اليابانية أن مطلق النار عسكري شاب يبلغ من العمر 18 عاما وقد تم توقيفه. ورياضيا يلتقي المنتخب الوطني اليوم مع نظيره الغيني بملعب مراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الغيني الوصيف، بينما تحتل ملاوي وإثيوبيا المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما. كما أدى المنتخب الوطني الأولمبي تدريبه الثاني بالإسكندرية استعدادا للقاء ودي مع غانا الخميس في معسكره المغلق استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالمغرب، وهي المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. وشهد التدريب تنافسا بين اللاعبين للفوز بثقة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي الذي حرص على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتحفيظهم طريقة اللعب وخطة مواجهة غانا. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. اتكلمنا في بداية البرنامج عن الاستراتيجية اللي الدولة اشتغلت عليها في تنفيذ المشروعات القومية في المحافظات، وإنها المشروعات دي ما تكونش مقصورة فقط على القاهرة الكبرى أو على المدن الرئيسية في الأقاليم. المشروعات دي انتشرت في كل المحافظات، في وجه قبلي وفي وجه بحري وفي قناة السويس كمان، وكان التركيز الأساسي على المشروعات اللي بتمس حياة الناس. أنا من أجمل حاجة في هذه المشروعات من وجهة نظري إن يكون عندنا عدد كبير من المشروعات الإنتاجية في المقام الأول، وأيضا المشروعات الخدمية. يعني هتلاقي مثلا بالنسبة للمشروعات الخدمية هنلاقي فيه تطوير الكهرباء، هنلاقي فيه توصيل صرف صحي، تبطين ترع، تطوير مستشفيات، وفي نفس الوقت هنتكلم برضو عن مشاريع إنتاجية موجودة بالفعل وتنموية واستثمارية بتوفر فرص عمل للشباب في هذه المحافظات. خلينا نتكلم بالتفاصيل مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النائبه هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. صباح الخير عليك. صباح الخير. يا اهلا بيك. اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نتكلم بشكل عام عن استراتيجيه الدوله في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القوميه والتوزيع الجغرافي لهذه المشروعات. طيب بدايه يعني انا برحب بيكم وبالساده المشاهدين اللي شايفيننا حاليا. يعني اهلا وسهلا. خلينا نتكلم عن استراتيجيه الدوله. هو أنا بشكل بسيط كده علشان أوصل للمواطن أو أوصل للمواطن دلوقتي معلومة، هي كانت إيه استراتيجية الدولة أو الهدف من كل ما يحدث حاليا؟ كل ما يحدث حاليا كان له شقين مهمين جدا. الشق الأول إن أنا يبقى ليا نظرة استراتيجية بعيدة المدى، إن أنا محتاج تنمية مستدامة علشان يحصل تطور واستثمار طول الوقت. طيب النظرة القريبة بقى إن هايل جدا ورائع إن أنا يكون عندي خطة واستثمار وتنمية مستدامة، ولكن لازم المواطن اللي موجود يشعر إن في أثر بيحدث في الفترة الحالية. وأعتقد إن دي يعني المختلف حاليا في الدولة المصرية وفي القيادة السياسية، إن فعلا في اتجاه كبير جدا جدا إن إزاي المواطن يشعر حاليا بالخدمات المنتقصة اللي إحنا ما كناش بنشعر بيها غير لو في المدن، ومش بس كمان كل المدن، ده في المدن الكبرى فقط لا غير. فيمكن استراتيجية الدولة إن أنا إزاي أنزل للقرى والعزب والنجوع وخلي المواطن يشوف قدامه المسؤول وهو بينفذ، وأنا كمان شريك في تنفيذ هذه المبادرات. فيمكن عشان أرجع كمان للنقطة الأساسية، من أهم استراتيجيات الدولة في الفترة الحالية إن المواطن اللي على أرض الواقع يشعر إن في إنجاز حقيقي بيتم، والإنجاز ده بيتم بشكل مباشر له هو شخصيا وله أثر عليه هو شخصيا. قعدنا فترة طويلة قوي في الإعلام نتكلم عن الصعيد المنسي، وإزاي ما بيوصلوش خدمات، وإزاي ملوش حق بما فيه الكفاية في التنمية، بس كنا بنتكلم بس. وبعدين لقينا الوضع اختلف تماما، ولقينا مشروعات ما شاء الله بالذات موجهة لوجه قبلي. يعني خليني أذكر لحضرتك بقى من أرض الواقع، يعني في فترة من الفترات أنا كان عملي تنمويا متعلق بالصعيد ودلتا مصر ووجه بحري والقرى. لما كنا بننزل علشان نشوف إيه اللي بيحصل على الأرض في التوقيت ده، يعني كنا بنلاقي خدمات مش موجودة إطلاقا، لا بنلاقي صرف صحي، مش بنلاقي كهرباء جيدة، مش بنلاقي مواصلات جيدة علشان أقدر أوصل للقرى دي. فاللي حصل إن لا، اللي بيحصل دلوقتي ان حتى في تنمية الصعيد احنا بنشوف على مدار المحافظات المتتالية، يعني بنشوف مشروعات خاصة بالأثر المباشر زي مثلا مستشفيات تخصصية في الأقصر، بنشوف في أسيوط كمان تطور هائل جدا جدا في المستشفيات والمشروعات دي. شفنا مشاريع متعلقة بالبنزين موجودة هناك، شفنا مشروعات هائلة جدا جدا في الصعيد، والأهم فيها ان هي برضو بترجع ان هي ليها أثر على المواطن وبيشوفها بعينه وبيشعر بيها. خدمية بس ولا بتخلي المواطن الصعيدي او المواطن اللي قاعد في وجه القبلي اللي قاعد فتره طويله قوي مش لاقي كمان فرص عمل، فكان بيجي المدن الكبرى علشان يشتغل فيعمل عشوائيات. دخلنا في قصه كانت دايره لا تنتهي من عبقريه ما يحدث حاليا. يعني وهركز على النقطه دي قوي، ان حاليا المواطن ما بقاش التفكير بشكل استراتيجي للدوله المصريه ان انا ازاي اجيب المواطن واستقطبه علشان يشتغل في المدن. ده أنا كمان بقت المبادرات التنموية الرئاسية اللي بتنزل حاليا للمحافظات هي بتركز إزاي أوفر فرص عمل يعني. ويمكن كمان في عندنا مبادرة رئاسية هائلة جدا اللي هي ابدأ، وابدأ كمان اللي هي في توطين الصناعة، وازاي ان انا اسد الفجوة الاستيرادية اللي موجودة حاليا، وازاي اوفر فرص عمل، وازاي يبقى عندي محور زي يعني مثلا دعم الصناعات اللي بتضيف قيمة مضافة للدولة المصرية، ازاي اوفر جانب من التطوير والبحث والمهارات اللي موجودة داخل المحافظات المختلفة عشان اقدر اني اوفر للمواطن وفقا لمهاراته وامكانياته فرص عمل تناسب هذه المنطقة اللي هو عايش فيها في الوقت الحالي. عظيم. هل المشروعات بتختلف من وجه قبلي لوجه بحري؟ برضو يمكن حاليا احنا بدأنا ان احنا نعمل حاجة مش كل المحافظات بينزل لها نفس المشروعات بنفس الكيفية وبنفس الطريقة. في حاجة مهمة جدا جدا بدأت الدولة المصرية يعني تشعر بيها، ان انا كل محافظة من المحافظات ليها احتياجات مختلفة. لا يمكن يكون وجه قبلي زي بحري زي المحافظات الباقية. كل محافظة الأول بيتعمل لها رفع الاحتياجات اللي مطلوبة داخل هذه المحافظة. أنا محتاج إيه؟ إيه اللي المشروعات التنموية اللي أنا محتاج الأول إن أنا أسد بيها الفجوة قبل ما أقول إن أنا عايز أوفر فرص عمل؟ أنا محتاج الأول إن أنا يعني المواطن يعيش، محتاج إن المواطن يبقى عنده صرف صحي مناسب، محتاج إن المواطن ده يبقى عنده مستشفيات واقدر ان انا اوديه يتعالج بشكل كويس. انا محتاج ان انا امشي بالتوازي، يعني ما يبقاش فيه جزء هو الغالب على الجزء الثاني، ولكن في الاخير كل محافظه من المحافظات ليها احتياجات مختلفه عن المحافظه الثانيه، وده اللي بتحاول دلوقتي القياده السياسيه ان هي توفره في الفتره الحاليه. في وقت من الاوقات كنا بنقول المحافظات ضاقت على الناس اللي فيها، فكانتش الناس عارفه تتحرك، كانتش الناس عارفه تسكن، اللي عارف يشتغل ما كانش بيبقى عارف يخرج من بيته لأنه مش لاقي مكان مناسب يعيش فيه ويتجوز فيه، أو بقى شديد الغلو لأن ما فيش مكان. الموضوع اتحل بشكل عبقري. مشاريع الإسكان اللي بتتم حاليا كمان ليها يعني جانب مهم جدا جدا. الإسكان الاجتماعي اللي بيتم حاليا واللي شفناه توقف لفترات عديدة جدا، وشفنا قد إيه إحنا كان عندنا أزمة إن وقفنا البناء على الأرض الزراعية، ولكن مع وقف البناء على الأرض الزراعية كان لازم يطلع حل، لأن المواطن خلاص ما كانش فيه يعني رقعة يقدر إن هو يعيش فيها أو يبني فيها. فبدأ إن هو لأ، كمان مع بدء غلق يعني الجزئية بتاعة البناء على الأرض الزراعية علشان أوفر الأراضي دي، أنا كمان بقى في قدامها إسكان اجتماعي للشباب، بحاول إن أنا أفتح فيه الأراضي الفاضية إن أنا فعلا أطلع بمشروعات حقيقية ويعني وحدات سكنية مناسبة مشروع للشباب. مشروع عواصم المدن والمحافظات بالظبط، مشروعات عواصم المدن والمحافظات اللي يمكن بيتم التركيز عليها مقابل حياة كريمة اللي بتنزل قرى الريف المصري. عظيم. دخلتينا بقى لمبادرة حياة كريمة يلا. ودي حدث ولا حرج يعني، فعايزين نتكلم عن المشروعات اللي تمت ضمن هذه المبادرة في محافظات مصر. يمكن في 4700 قرية أو تجاوزنا دلوقتي 4800 قرية تم استهدافها إن احنا ننزل فيها بمشروعات تنموية حقيقية على أرض الواقع، وبدأنا إن احنا نحط يعني تكلفة، احنا ايه التكلفه اللي ممكن ننزل بيها هذه القرى. تجاوزنا 800 مليار جنيه علشان نقدر ان احنا فعلا يكون في اثر حقيقي في هذه القرى. ويمكن مشروعات حياه كريمه اتقسمت لمراحل. المرحله الاولى تجاوزنا فيها 28000 او 29000 مشروع فعلا، وبدانا ان احنا دلوقتي التركيز كله على ايه؟ مجمعات خدميه وحكوميه داخل هذه القرى، مستشفيات سواء قائمة أو سواء يعني بيعاد يعني تطويرها مرة أخرى، وحدات صحية، خدمات كهرباء، جميع الخدمات اللي ممكن تكون من الألف للياء هي بتكون متوفرة داخل مشروع حياة كريمة للقرى المصرية. قعدنا سنين نتفرج على الطابور الطويل بتاع أنابيب البوتاجاز وبعدين لقينا القرى اللي ما كانش لها مواصلات بيدخلها الغاز الطبيعي. الوضع اختلف خالص. يعني بصي، ملف مهم جدا جدا حقيقي اللي هو الخاص بالغاز، ان انا ازاي الاقي قريه حاليا. ويمكن النهارده يعني كمان بنواكب افتتاح هام جدا في قريه الابعديه في البحيره، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود هناك علشان يتم افتتاح ما يقرب من 80 مشروع موجود هناك في كل المجالات، اللي ممكن المواطن يشعر بيها، وكان من ضمنها كمان الغاز، وصلات المياه اللي ما كانتش بتوصل لا في الصعيد ولا في القرى، اللي كانت منسيه، وكان المواطن يشعر ان خلاص يعني ما فيش امل ان في مسؤول هينزل او هيبص على القرى دي. فملفات مهمه جدا جدا بدات الدوله المصريه ان هي تطرق عليها علشان فعلا يكون بقى في يعني ملمس ايجابي. خليني اقول لك على حاجه كمان واقول لحضراتكم ان المواطن يعني تحمل كثيرا جدا، وكان مهم جدا ان مقابل هذا التحمل ان انا اشعر ان في بقى يعني لا يعني في حاجه كويسه بيتم تقديمها ليا، وده فعلا اللي بتقدمه مبادره حياه كريمه من جميع الخدمات اللي موجوده. عظيم. حضرتك عضو مجلس النواب عن انهي دايره؟ أنا عن كفر الشيخ، ولكن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشكل عام. طيب لما هنيجي نتكلم عن المشروعات اللي حصلت في كفر الشيخ، وأنتم طبعا كأعضاء مجلس النواب لازم يكون في تواصل بشكل مستمر طبعا مع المواطنين، مش هقول طبعا الدور الخدمي لأنه مش من أساسيات عمل مجلس النواب هو تقديم الخدمات، لكن الناس كانت عايزة إيه في كفر الشيخ؟ الوضع بقى عامل إزاي دلوقتي؟ لو في مشروعات بتتم في هذه المحافظة الوضع بقى عامل إزاي؟ طيب يعني الوضع عامل إزاي؟ حضرتك الأول لمست نقطة مهمة جدا اللي هو دور عضو مجلس النواب. الصورة الذهنية اللي موجودة عند المواطن المصري ان عضو مجلس النواب هو دوره خدمي. لا بقى احنا قعدنا سنين في الاعلام بقى نقول خلاص بقى، ولكن يبقى محدش مقتنع يعني برضه، يعني يبقى جزء كبير جدا من الصورة الذهنية اللي موجودة عند المواطن المصري ان دور عضو مجلس النواب خدمي. فبدأنا ان احنا نتعايش مع هذه الفكرة، خلاص يعني انا دوري مش متوقف فقط على الدور التشريعي او اقرار الموازنة العامة للدولة، لا خليني كمان ابص ان المواطن لازم يكون فيه تواصل مباشر، ويمكن هو ده الدور اللي خليني اتكلم عن نواب كمان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اللي بيقوموا بيه بشكل كبير جدا جدا داخل الشارع المصري، ان احنا طوال الوقت احنا محتكين بالمواطن بشكل يعني مباشر واساسي، متواجدين طوال الوقت في الشارع. ليه؟ لأن احنا بنعتبر نفسنا داخل هذا الكيان احنا انعكاس يعني لما يحدث على الأرض. انعكاس لما يحدث على الأرض بنبدأ ان احنا نترجمه فعلا ازاي ان احنا نعالج يعني القصور او اي خلل، او ازاي ندعم يعني جزئيات محتاجة الدعم. فخليني ارجع لحضرتك ما تم في محافظه كفر الشيخ يعني على سبيل المثال وليس الحصر. طبعا حاليا مبادره حياه كريمه هي موجوده في مطوبس، مركز مطوبس وهو احدى مراكز كفر الشيخ، ويمكن كمان مركز مطوبس كان فيه قرى بتصنف من القرى الاكثر فقرا على مستوى العالم. على مستوى العالم، على مستوى العالم يعني في قرى هناك. دي اللي كانت بتخرج منها تقريبا الهجره غير شرعيه طبعا أعتقد. دي اللي كانت بتخرج منها الهجره الغير شرعيه يعني، وكويس ان احنا كمان ملمين بده. كانت محافظه يعني هي معبر كان كبير جدا جدا للهجره الغير شرعيه، وخاصه مركز مطوبس. فيعني كان من الذكاء ان المرحله الاولى داخل محافظه كفر الشيخ يكون فيها هذا المركز اللي احنا بنقول طيب انا محتاج ان انا اقلل نسب الفقر، ومحتاج ان انا يعني حتى على الخريطة العالمية يكون القرى اللي موجودة عندي دي أبدأ إن أنا علشان المواطن وعلشان الفكرة العالمية كمان عن جمهورية مصر العربية أبدأ أحسن الصورة دي. فبدأنا من مركز مطوبس بجميع الخدمات اللي موجودة جواه. لو حاجة أتكلم عن مشروع قومي مثلا لجمهورية مصر العربية كلها من داخل محافظة كفر الشيخ، يعني ممكن كمان أتكلم عن حاجة زي الرمال السوداء. مشروع الرمال السوداء اللي يعني بطلع منه المعادن النادرة اللي أنا محتاجها مش بس على مستوى جمهورية مصر العربية، ده أنا محتاجها على مستوى العالم كله كمان. وإن أنا إزاي إن أنا دي حاجة فيها داخل فيها جزء بيئي، وأنا بتكلم عن قضايا مناخ، وإزاي إن أنا كمان بطهر بيها شواطئ كتير جدا. فجزئيات هامة جدا منها المباشر للمواطن بشكل يعني أصيل، وفي منها كمان اللي بيعود على الدولة ككل بقى بمنظور قومي. صحيح. محطة الكهرباء كمان، ومحطة الكهرباء طبعا محطة الكهرباء، بحيرة غليون اللي موجودة حاليا داخل محافظة كفر الشيخ. مشروعات كبيرة جدا، وده اللي كنا بنتكلم عليه في البداية ان انا عندي مشروعات ذات اثر مباشر، وفي مشروعات بترجع على الدولة المصرية بشكل عام او استراتيجية طويلة المدى. طيب هرجع تاني اقول لما بنعمل مشروعات الناس بتشتغل فيها، الناس بتبقى قاعدة وهي مطمنة، ما بتحتاجش انها تروح اماكن تانية علشان تتعلم. احنا عندنا كميات من المبادرات التعليمية اللي حصلت في الفترة الأخيرة، وكان في زي ما بنقول كده تهافت او الناس بتبقى مش عارفه تعمل ايه، عايزه تدخل الجامعات في اماكن بعيده والناس سايبه بيوتها وسايبه اماكنها. فاعتقد ان كمان التعليم وصل لاماكن مختلفه، ومش بس احنا بنتكلم عن انواع عاديه من التعليم، احنا بنتكلم عن تعليم عالي متميز. بالظبط، يعني الجامعات الاهليه اللي موجوده حاليا واللي هي فكر وتوجه دولة حالي، اللي هتكون موجودة في كفر الشيخ، اللي موجودة حاليا في الدقهلية، اللي موجودة في المنوفية وغيرها كمان من الجامعات، يمكن فكر متميز جدا لأن أنا بوازن بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية. أنا بحاول أن أنا أدي جودة تعليمية متميزة علشان يكون عندي فعلا أرجع جودة التعليم مرة أخرى، أقدر أن أنا أنافس على مستوى الجامعات المصرية مرة تانية كمان، فدي حاجة كمان مهمة جدا جدا بالنسبة للتعليم. طيب، فكرة ان احنا واحنا بنختار الكليات اللي بتبقى موجودة في اماكن معينة، يعني لما يتعمل حاجة لها علاقة بتصنيع الاثاث والشغل الحرفي في حوالين دمياط، لما يتعمل حاجة لها علاقة بالاستزراع السمكي والتمليح السمك و في الاماكن اللي فيها بحيرات، لما نشغل الناس والناس تدرس اللي هتشتغل فيه وننمي اللي موجود، أعتقد ده بيعمل قيمة مضافة للأفراد وللدولة. بيعمل قيمة مضافة وبيدي فكرة كمان إن أنا عندي وعي، إن حاليا أنا مدرك كل محافظة إيه الحرفة الأساسية اللي موجودة جواها، فبقدر إن أنا أشتغل على هذه الحرفة، إن أنا مش هبعد سكان المحافظة اللي اعتادوا على يعني حرفة بعينها، زي ما حضرتك ذكرتي مثلا مثال دمياط اعتاد، أو مصر كلها اعتادت إن دمياط هي بلد الأساس، فإن أنا وأنا شرباية، أنا أهلي أصلا هم متعودين في التجارة دي وأنا موجود فيها والتصنيع ده من وأنا صغير، بس أنا دلوقتي بعمله باحتراف. ألاقي حد مثلا في الغزل والنسيج ومتميز فيه جدا، ما انا لازم ابص للاحتياج ده. يعني مش ممكن هسيب مثلا محافظه متميزه جدا في الغزل والنسيج واروح لمحافظه اخرى واقول هي دي اللي انا هطلع منها الحرفه دي، فكان شيء مهم جدا واساسي. ويمكن كمان دلوقتي طوال الوقت، حتى يعني لو هرجع تاني لمبادره حياه كريمه، في يعني جنود على الارض، وانا يعني انحاز لهؤلاء الجنود لان انا كمان من ضمن منسقي مبادره حياه كريمه، فيمكن كمان طول الوقت في رفع احتياجات. انا قبل ما بنزل وبشوف ايه المواطن ده محتاج ايه، برفع الاحتياج الاول وبشوف ايه اكتر اولويه انا محتاج ابدا بيها، مش علشان تبقى حاجه مرضيه للدوله، لا، علشان تبقى حاجه مرضيه للمواطن المصري نفسه. عظيم، خلينا واقعيين ومنصفين، عندنا برضو بعض القصور في بعض المجالات، لكن الجميل ان احنا محطوطين على التراك زي ما بنقول. يعني مثلا بنلاقي بعض الناس بتنتقد بعض الحاجات السلبيه اللي ممكن تلاقيها مثلا في مدرسه من المدارس، تقول لك ادي التعليم في مصر. طب ما تشوفوا بقيه الجوانب، ما تشوفوا التعليم الفني كان عامل ازاي بالنسبه للتعليم، الدبلوم التجاره والصناعه والزراعه والحاجات دي كان عامل ازاي زمان، ومتطلباته كانت عامله ازاي في توقيت معين، ودلوقتي بقى عامل ازاي التعليم الفني، بقى عامل ازاي التعليم التكنولوجي سواء في المراحل الثانويه او في الجامعات الاهليه والتكنولوجيه والجامعات الكتيره اللي موجوده في مصر خلال الفتره دي، بخلاف طبعا الجامعات الحكوميه. نلاقي حد مثلا ممكن ينتقد حاجه، هو طبعا حق اللي بينتقد ده، طالما بينتقد لتحسين الوضع فده طبعا حق اصيل ليه. بنلاقي بعض الناس مثلا ممكن تنتقد وضع صحي في مكان معين، حقك تنتقد هذا الوضع، لكن بص للمنظومه الصحيه بشكل عام، ايه اللي حصل فيها خلال السنوات اللي فاتت، ايه اللي انفق عليها خلال السنوات اللي فاتت. مش بس كده، مش بتكلم عن صحه وتعليم، احنا لسه قدامنا شويه، خلينا منصفين واقعيين، لسه قدامنا شويه، لكن احنا موجودين بالفعل على نفس التراك ده. يعني لو احنا ما بصيناش ان احنا عندنا قصور مش هنقدر نطلع خطوات لقدام. لو انا بدات ان انا اشوف ان انا خلاص يعني اصبحت كامل، فيعني والكمال لله وحده، انا مش هقدر ان انا اشوف اي اوجه قصور او ابدا ان انا احلها. فبالتالي يعني كمان لما اجي اشوف ان زي كنت بتشوف تقرير قبل ما نبدا على طول، كان في يعني بعض المبادرات اللي تمت في مجال الصحه هامه جدا جدا. لما الاقي ان انا عندي مبادره مصر خاليه من فيروس سي، وفعلا يطلع 2019 مصر خاليه من فيروس سي. لما الاقي عندي حاجه، ودي بتواجهنا احنا كمان بقى كنواب جدا جدا، اللي هي قوائم الانتظار، والاقي ان تم اطلاق مبادره رئاسيه كمان للقضاء على قوائم الانتظار ويعني والحفاظ على صحه المواطن، فدي حاجه انا لازم ابقى مدرك ان في تغيير بيحدث. ولكن هل في قصور؟ نعم في قصور. انا ما كنتش يعني واخد الدنيا وهي طبعا يعني جميله ومشرقه، لا، ده احنا يعني في الفترة الحالية الجميع ما بقاش في مكان بقى لحد يقول هو في حاجة بتحصل؟ هو أنا شايف حاجة بتتغير؟ لا معلش، ده في حاجات كتير جدا جدا. لما الاقي ان بيدخل المدارس مبادرات عن التقزم، وان انا بشوف صحه الاطفال والانيميا وكل الحاجات المنتقصه دي، لما ابدا ان انا اشوف صحه المراه كمان واهتم بصحه المراه، وده جانب مهم جدا. لما ابدا ان انا اشوف ان انا بهتم بكل جوانب المجتمع اللي موجوده حواليا، يبقى انا فعلا في حاليا تغيير. ولكن يعني يبقى جزء ان انا طول الوقت لازم ابقى مدرك ان انا مهم جدا ان انا ارفع احتياجات المجتمع، ابص على ما تبقى من احتياجات المواطن المصري، علشان اقدر اقول لا انا فعلا بدي قيمه مضافه كل فتره اكتر من الفتره اللي قبلها. اكيد. مشاهدينا احنا موجودين لسه معاكم، ومنورنا في الاستوديو النائبه هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، لكن خلينا نتوقف لحظات لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا. اهلا بحضراتكم. لسه طبعا كلامنا مستمر عن التوزيع الجغرافي للمشروعات القوميه اللي تمت في مصر خلال التسع سنوات الماضيه، وكنا بنتكلم عن عدد كبير من المشروعات وفق احتياج كل محافظه. معانا طبعا النائب هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين منورانا، وكنا بنتكلم عن عدد هذه المشروعات الموجوده في المحافظات. نقطه مهمه عايز اتكلم فيها معاكي وهي الربط ما بين المحافظات، يعني طفره شهدتها المحاور والطرق في الربط ما بين المحافظات، فإن كان حتى على مستوى الطرق الداخلية في كل محافظة والربط بين هذه المحافظات، الفائدة من ربط هذه المحافظات بشبكة طرق قوية. نقطة مهمة جدا ومهم توضح، لأن طول الوقت يعني بيتم ذكر هو احنا بنعمل حاجة غير طرق، هو احنا بنعمل حاجة غير كباري. حاجة مهمة جدا جدا ان احنا نكون مدركين ان علشان ادخل استثمار لهذه البلد، من أول النقاط اللي بيتم يعني النظر إليها هي شبكة الطرق. أنا شبكة الطرق عندي عاملة إزاي؟ هل هي يعني جيدة تسمح إن أنا للسير وحياة آمنة هنا موجودة ولا لأ؟ على مدار السنوات اللي فاتت يمكن درجة الحوادث اللي احنا بنسمعها حتى وإن كانت موجودة حتى الآن قلت جدا جدا عن ما سبق. لما باجي انا دلوقتي مثلا وانا من محافظه كفر الشيخ، لما باجي علشان اوصل من طريق شبرا بنها الحر اللي هو انا بعتبره انجاز هايل جدا على الطريق الزراعي والربط بين المحافظات الزراعيه والقاهره، واجي ادخل القاهره علشان اروح اقصى القاهره لو بتيجي من الدولي الاول كمان مثلا او ربع ساعه الدولي الساحلي مثلا كمان يعني، والطفره الهائله اللي حاصله دلوقتي في شبكه الطرق اللي موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه تخليني اقول بقلب جامد. ويمكن كان من قريب كان رئيس الجهاز التنظيم والاداره كان ذكر ان مصر حاليا اصبحت في مصاف الدول اللي ممكن تقول ان عندها شبكه طرق جيده. مهم جدا جدا ان انا لما اجي ابص لجميع الجوانب اللي انا محتاجها داخل الدوله المصريه، وازاي المستثمر بيبص لي هنا، ان انا ابص للجزئيات دي بعين بقى يعني غير العين قصيره المدى او قصيره النظر اللي انا ممكن اكون ببص عليها في الوقت الحالي. طيب انا بحب اتكلم في التفاصيل الصغيره اكتر، مش عايز اتكلم عن الصوره الكبيره، فكرة ان عندنا شبكة طرق بتربط بين المحافظات. خلينا بقى نشوف الناس بتوصل القرى ازاي. الحركة كانت ما بين القرية والقرية كانت بتبقى شديدة الصعوبة، ولو الناس لقت مواصلة كانت المواصلات دي بتاخدها وتنزل بيها في الترعة. فتحل دلوقتي عندنا اكتر من مشكلة، بقى عندنا مواصلات ما بين القرى داخليا بينها وبين بعض، الطرق الداخليه اترصفت، الترع اتبطنت اللي كانت بتبقى عندنا فيها مشكله، بتعمل هدر للميه، وكانت كمان بشكل او باخر لان الطرق ما كانتش مستويه بتاثر على سلامه الناس. يعني يمكن بطبيعه عملي في مجال التنميه انا يعني تجولت في جميع المحافظات، وكان عملي في القرى علشان كنت اقدر ان انا اوصل انا والفرق الشبابيه اللي موجوده معايا علشان نسقف بيوت او نوصل لحالات. كان بيبقى صعب جدا جدا حتى كمان في فصل الشتاء او غيره ما كناش بنقدر ان احنا نوصل للبيوت دي. حاليا اللي بيتم، وخليني علشان ما بقاش بتكلم في الاحلام، لا في بعض القرى يعني ولسه في عدد من القرى لسه موجود شبكة المواصلات فيها لسه يعني ليست بالجيدة، بس يعني اللي بيحصل دلوقتي ان احنا على المسار الصحيح. انا متوجه لقرية قرية امتى بقى ده بيتم؟ بيتم عن طريق مراحل، مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه. يمكن احنا حاليا في بعض المحافظات في المرحله الثانيه من حياه كريمه، وبعض المحافظات الاخرى في المرحله الثالثه، وبيتم الاستكمال، ولسه في محافظات هنبدا فيها المرحله الاولى. فجميع القرى جايه على الطريق الصحيح في مجال شبكه المواصلات عشان اقدر فعلا ان انا يعني انمي القريه، واقدر اقول ان انا عملت طفره حقيقيه موجوده جواها. عظيم. محافظات كتيرة إن لم يكن كل المحافظات شهدت خلال الفترة اللي فاتت عدد كبير من المدن العمرانية والمدن السكانية. أهمية ده يا فندم؟ أهمية ده إن أنا دلوقتي بخلي الشاب اللي موجود قدامي، لأن برضو من ضمن المشكلات الكبيرة جدا اللي احنا كنا بنتكلم فيها إن أنا إزاي الشاب اللي موجود قدامي طول الوقت بيتكلم عن مشكلة السكن اللي موجود داخل هذه المدن. وخلي بالكم كمان إن دلوقتي الدولة بقت بتنقسم لشقين حتى في الموازنة، يعني اللي احنا بنتكلم فيها بقينا بنبص للمدن وازاي ان انا اوفر استثمار او خطه استثماريه جيده للمدن، وازاي ان انا اقدر اوفر خطه استثماريه جيده للقرى على التوازي، ان ما يبقاش فيه يعني شيء شغال على حساب شيء اخر. طيب في مرحله من المراحل كان فيها حصل استثمار في البشر، الاستثمار في السيدات المصريات. احنا شفنا فترة كان فيها نوع من انواع التهميش، وكانت بس مجرد بتكمل الكوتا يعني عشان يبقى شكلنا حلو كده وتمام. بعد كده الوضع اختلف خالص، بقت بتاخد فرصتها وبيتم الاستثمار فيها، وخرجنا بقى من قصة الكوتا خالص. دلوقتي هي قادرة هي بتشتغل، هي مش قادرة هي مش لا يتم اقصائها فقط لمجرد انها سيدة. حضرتك كنت اول معاون محافظ في كفر الشيخ؟ ده يمكن حصل ان انا كنت اول معاون محافظ سيده داخل محافظه زي محافظه كفر الشيخ. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه من اهم المكاسب اللي حصلت ما بعد ثوره 30 يونيو، هو كان تمكين المراه بالشكل المناسب واللائق. بالشكل المناسب واللائق ازاي؟ ان المراه حاليا اصبحت موجوده في جميع المناصب تقريبا وفقا لمهاراتها، وليس وفقا بس ان انا يبقى فعلا عندي كوتة سيدات موجودة. جميع الخطابات اللي انا بشوفها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون فيها تعزيز لدور المرأة المصرية، اللي هو فعلا دور اصيل في المجتمع اللي احنا موجودين فيه. ودي حاجة مهمة جدا جدا ان احنا نكون باصين لها حاليا بالشكل اللائق. طيب عظيم جدا. اني اطور الريف المصري ده انعكاساته ايه على الاقتصاد؟ انعكاساته عظيمة جدا. يمكن انا ببص على إنتاجية تنافسية موجودة حاليا بين، مش بس بقى بين يعني مصر، لا بين مصر وكل دول العالم. ببص على تنمية مستدامة، ببص على خطة استراتيجية لأول مرة ما كنش غافل عنها. تطوير الريف المصري هو يعني هدف أصيل، ويمكن يعني كل التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إحنا إزاي في مشروع وطني وحقيقي بيتم دلوقتي بيلمس المواطن اللي محدش كان بيبص له في الفترات السابقة. فكرة إن إحنا كلمنا الناس بأسلوبها، اعتمدنا على في الأماكن الحدودية وفي الأماكن النائية وفي الأماكن الريفية على ناس من أهل البلد، الرائدات الريفيات اللي هم أصلا عندهم سهولة أنهم يدخلوا ويخرجوا في البيوت، لأنهم يا إما جارتي يا إما خالتي يا إما عمتي. يعني إحنا بنتكلم في أنهم عارفين التفاصيل. الناس في البلد بتبقى بسبعة لإمام المسجد وللواعظ في الكنيسة. ففكرة أن إحنا استخدمنا الناس، استخدمنا ثروتنا الحقيقية وعرفنا نستثمر فيها. القادة المجتمعيين هم يعني ليهم دور حقيقي جدا داخل مجتمعاتهم. لما اجي ابص على سينا والحياة البدوية اللي موجودة هناك، اكيد هتبقى مختلفة عن ما اجي ابص مثلا عن قرى وجه بحري. اكيد هتكون مختلفة عن قرى الصعيد. دور القادة المجتمعيين اللي موجودين سواء بقى هم رجال دين يعني بمختلف النوعين، رجال دين اسلامي او دين مسيحي، سواء ان انا ببص على الرائدات الريفيات اللي موجودين على الارض، سواء ان انا بقيت ببص على القيادات الشابه الواعده اللي موجوده، اللي تقدر فعلا ان هي تؤثر ويبقى في كلمه مسموعه بتقدر ان هي تنقل بيها وتغير حياه هؤلاء المواطنين اللي موجودين حواليهم. عظيم. سؤال مهم جدا، ماذا لو لم تتم هذه المشروعات؟ اعتقد احنا كلنا يعني مدركين يعني ايه مواطن ما يكونش عنده صرف صحي. مدركين حاليا ازاي انا محتاج ان انا يكون عندي شبكه انترنت لكل مواطن داخل جمهوريه مصر العربيه، ومدركين مدى اهميتها. ان انا مثلا يبقى عندي مبادره رئاسيه وان انا اوصل انترنت فائق السرعه لجميع القرى وتضاهي المدن. ان انا اشوف دلوقتي ان صحه المواطن بتختلف. ده مربوط بخدمات التعليم المختلفه اللي اتطورت. اشكرك. اللي لازم تتعمل. اشكرك. حاليا هي يعني مش رفاهيه. لما كنا بنتكلم عن التابلت وازاي ان الشبكات بتكون واقعه، لما كنت باجي اتكلم دلوقتي ان من مصادر التعلم حاليا الانترنت وبنك المعرفه اللي موجود، اللي فيه كم هائل جدا. لما اجي اربط الطالب مثلا بمكتبه اسكندريه عن طريق الانترنت، انا بشوف تطور هائل جدا. لو لم يحدث اعتقد ان احنا كنا هنتاخر سنين كثيره جدا جدا، واحنا مش مدركين ان في خدمات مهمه واصيله ومرتبطه بالمواطن بشكل هام وعاجل لازم تكون موجوده في مثل هذه القرى. عظيم. طيب خلينا نعدي برضو على الحوار الوطني كده ونتابع اخر جلساته، واحنا برضو اعتقد ان المواضيع مرتبطه ببعضها البعض. يعني احنا بنتكلم عن المشروعات، فالحوار الوطني هيكون له دور كبير جدا في دعم وزياده مشروعات جديده خلال الفتره القادمه. يعني خليني احكي لحضرتك عن تجربه كده احنا قمنا بيها كمان كنواب واعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين داخل القرى والجامعات والمنظمات الحكوميه ويعني وداخل كل شبر على ارض مصر كانت متعلقه بالحوار الوطني. يمكن مدى الارتباط اللي حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي ان احنا مش منفصلين اطلاقا. المشروعات القوميه مرتبطه بالحوار الوطني، مرتبطه باحتياج المواطن على ارض الواقع، مرتبطه بان انا يعني ما يحدث الان على مائده الحوار الوطني كان لازم يكون نابع من يعني المواطن هو عايز ايه، احتياج المواطن ايه، علشان اقدر بناء عليه اخد قرارات برضو متعلقه بالمواطن المصري اللي موجود في الشارع، اللي انا اصلا يعني الحوار الوطني ده او يعني اتعمل علشان هذا المواطن بشكل حقيقي. الفكره كلها قائمه على المواطن، الدنيا كلها بتلف حوالين المواطن، الهدف الاساسي جوده الحياه للمواطن، سواء مشروعات سواء حوار وطني، كله بيشتغل في نفس السياق اللي هو توفير حياة كريمة ومحترمة وجودة حياة تليق بالمواطن المصري. لما اجي اشوف دلوقتي ان الحوار الوطني بيلمس القضايا المجتمعية والمحور المجتمعي والزيادة السكانية ويعني والهوية والثقافة المصرية اللي انا محتاج ان انا احافظ عليها. لما اشوف ان انا ازاي بتكلم عن حريه تداول المعلومات وازاي ان انا مباشره الحقوق السياسيه، وان انا ازاي ببص دلوقتي للجنه عفو رئاسي واكبر نسبه من يعني من اطلاق سراح ما يتجاوز 1000 مواطن حاليا ودمجهم مره تانيه داخل المجتمع المصري. ان انا اشوف تغيير حقيقي بيحصل على ارض الدوله المصريه اعتقد ده انجاز لا يغفل اطلاقا. أكيد أكيد. كل الشكر ليكي نائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نورتينا وشرفتينا وسعدنا بوجودك. شكرا ليكي. شكرا ليكي. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.